بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما قلت لحضراتكم خلال هذا الأسبوع قبل مباراة منتخبنا الوطني يوم الجمعة القادم، هنفضل نساند وندعم كالعادة. قناة الأهلي ستساند وتدعم منتخبنا الوطني خلال هذا الأسبوع بالكامل. طول الأسبوع هنتكلم عن المنتخب وعن اللي ممكن يحصل عشان نقدر نفوز في هذه المباراة. كل يعلم أنها مباراة صعبة جدا جدا. يوم الجمعة هتلاعب منتخب من أو أفضل، أنا بشوف أنه هو أفضل منتخب في أفريقيا، مش أنا لوحدي، كل الخبراء اللي بيحللوا في كرة القدم يجي يكلم معاك يقولك أن أنت هتلاعب منتخب قوي جدا جدا يوم الجمعة القادم. وبالتالي إيه اللي هيحصل؟ كيف يفكر كارلوس كيروش في هذه المباراة؟ إيه اللي هيعمله؟ لازم أكسب وما يخشش فيها جوان، لازم أروح بمحمد صلاح ودنني وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد بالمجموعة الأمامية وحافظ على الناحية الخلفية في خط الظهر. إزاي هقدر أعمل التوازن في هذا الأمر؟ خصوصاً أن أنا كنت بعتبر أن أحمد حجازي هو رمانة الميزان في خط دفاع منتخبنا الوطني، وراه حارس كبير زي محمد الشناوي اللي أنا بشوف أنه هو الأقرب. يعني يمكن محمد صلاح والشناوي هما الاثنين اللي حاجزين اماكنهم في التشكيله الرسميه للمنتخب الوطني. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه محمد صلاح ما لهاش فيهاش كلام. محمد الشناوي افضل حارس في مصر حاليا، وبالتالي كان في بعض الاهتزاز في المستوى شويه من بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، ولكن ازاي رجع محمد الشناوي وازاي وصل لهذا المستوى الرائع فيه؟ خصوصا خلينا نتكلم عن المباراه الاخيره، اذا كنا بنتكلم فخلينا نتكلم على المباراه الاخيره امام سان داونز، وان هو واحد كان من الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يتغلب واحد بس، محمد الشناوي. وبالتالي اعتقد ان الاثنين دول هم الاقرب ان هم حاجزين اماكنهم في كره او في المباراه القادمه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كل الناس لما بتيجي بتتكلم عن المباراه دي، بتتكلم عن ان احنا لازم نكسب واحد اتنين او يعني نكسب اكتر من اتنين. انا بقول لحضراتكم ان المباراه دي لو خلصت 1-0 لمنتخبنا الوطني ده هيبقى شيء جيد، ده هيبقى شيء جيد. يعني ايه شيء جيد؟ يعني احنا كسبنا منتخب السنغال 1-0 ان شاء الله يوم الجمعه، يا رب يبقى اكتر طبعا، لكن لو كسبت منتخب السنغال 1-0 اعتقد ان منتخب مصر هيبقى اقرب بكتير جدا من السنغال، لان احنا بنعرف ندافع كويس. احنا منتخب في المباراه الثانيه هنعرف ندافع كويس ونقفل كويس، وبعد كده نشتغل على الهجمات المرتده اللي هي زي ايه. فاكرين زمان لما كنا بنقول باص لصلاح؟ مثل هذه المباريات هي باص لصلاح، اللي هي المباريات مش اللي هي يوم الجمعه، انا بتكلم على اللي هي المباراه الثانيه في السنغال يوم 29. لو ربنا كرمك وقدرت ان شاء الله تحرز هدف، اعتقد ان منتخبنا الوطني ان شاء الله هيفرح ال100 مليون، ان شاء الله يفرح ال100 مليون. فعشان كده انا بقول لحضراتكم كل الناس اللي هتروح الاستاد او كل الجماهير اللي هتروح الاستاد لازم مسانده قويه ودعم كبير جدا للمنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه. ما فيش حاجة اسمها أزهق، ما فيش حاجة اسمها أفقد الأمل، ما فيش حاجة اسمها إن أنا ما أقفش ورا منتخب بلدي لغاية آخر ثانية، لغاية لما الحكم يصفر، لأن هو ده اللي إحنا هنعمله خلال هذه الفترة، هو ده اللي إحنا بننتظره من منتخب بلدنا خلال هذه الفترة. وإحنا كمان كجمهور علينا دور كبير جدا جدا. هتقول لي يعني هما المنتخب السنغالي هيتأثر؟ ما أعتقدش إن هو هيتأثر بالجمهور بنسبة كبيرة، لأنهم كلهم لاعبين دوليين ولاعبين كبار جدا وبيلعبوا كلهم في منتخب السنغال، بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا. يعني لو اتكلمت على الميلان، لو اتكلمت على نابولي، لو اتكلمت على اليوفي، لو اتكلمت على ليفربول، لو اتكلمت على تشيلسي، لو اتكلمت على مانشستر، هتقعد تتكلم تقول كل الانديه الكبيره في العالم هتلاقي فيها حد من السنغال. في كل دوري اوروبي هتلاقي فيها حد من السنغال. عندهم افضل حارس في العالم او من افضل حراس العالم مندي. ف
منتخب قوي، عندهم باك يمين قوي جدا، عندهم باك شمال قوي جدا، عندهم اثنين في نص الملعب كويسين جدا، عندهم الناحيه الهجوميه حدث ولا حرج. فبالتالي انت داخل على مباراه صعبه في كل بكل المقاييس. امبارح كان معايا كابتن طارق العشري قال وجهه نظر قد تكون مفيده، بس خلاص يا كابتن طارق. قال كابتن طارق العشري قال ايه؟ قال ان انا ما كنتش احبذ ان منتخب مصر يلعب على استاد القاهره. ليه؟ لان الملعب استاد القاهره هو ملعب اوروبي شبه الملاعب اللي بتلعب عليها اللي بيلعب عليها كل اللاعبين الدوليين اللي موجودين في المنتخب السنغالي، ولكن ملعب برج العرب هو ملعب جيد وكل حاجه، ولكن اتقل من استاد القاهره، وبالتالي احنا واخدين عليه كمصريين، السنغاليين برضو مش هتلاقيهم واخدين عليه قوي، فالملعب ياخد منهم شويه. فهو هنا كان كابتن طارق بيفكر بطريقه كيف تفوز او كيف تصعد الى كاس العالم، مش كيف افوز بالمباراه. انا بالنسبه لي مش ان انا اكسب مباراه يوم الجمعه يبقى انا صعدت، لا، انا عندي مباراه يوم الجمعه او شوط يوم الجمعه وشوط يوم الثلاث اللي بعده. شوط يوم الجمعه لو ربنا كرمني فيه عندي لسه شوط ثاني يوم الثلاث اللي هو يوم 29. لا قدر الله حصل اي حاجه يوم الجمعه لسه عندي يوم 29، انا عندي منتخب قوي وعندي منتخب قادر على ان هو يفوز على اي حد. انت عندك افضل لاعب في العالم محمد صلاح او من افضل ثلاث لعيبه في العالم، عندك تريزيجيه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر وفي تركيا دلوقتي عامل شغل رائع، عندك عمر مرموش وهدف عالمي عالمي جابه من امبارح او اول امبارح مع شتوتغارت، عندك مصطفى محمد و اداء غير اداء رائع الحقيقه خلال الفتره الاخيره مع برشلونه. طيب كويس جدا، معايا واحد من العظماء الحقيقه في عالم التدريب بالنسبه لحراس المرمى، كابتن احمد ناجي. يعني هو اللي هيفصل لنا في كل هذه الامور، يعني مش هلاقي افضل من الكابتن احمد ناجي طبعا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس مرمى نادي سموحه والاهلي طبعا وانديه كثيره جدا، ولكن كابتن احمد ناجي دائما في قلب كل الاهلاويه. يا كابتن ناجي ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيب قلبي، وحشني جدا. انت اللي وحشني جدا جدا، ويعني دايما بنستمتع بيك يعني والله. حبيبي حبيبي يا اسلام. اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ انا بخير بخير جدا الحمد لله. دايما يا رب. كابتن ناجي، خلال الفتره الاخيره او بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، هل من وجهه نظرك ان هناك نزول في مستوى محمد الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي الثلاثه اللي تم اختيارهم لقائمه كاس او قائمه تصفيات كاس العالم في المباراه القادمه ولا لا؟ اولا انا ما بحبش السؤال ده اساسا. نعم، يعني ما بحبش السؤال ده وما بحبش الخوض في يعني ترقيم الحراس دي، يعني اللي هم مرقمين اصلا. ايوه، ودايما انا كنت بقول ان الحراس اللي بيخطأ أخطاء مختلفة في فترات متباعدة فده الفرز الأول. يعني يخطأ مرة في قرار، يخطأ مرة في بوزيشن، مش عارف إيه، ده العادي جدا، يعني ده العادي جدا. ما هي دي النقطة اللي أنا كنت عايز أوصلها، لأن أنا عارف إن حضرتك هتردك، لكن أنا النقطة اللي أنا عايز أوصل ليها إيه؟ إن حتى لو هناك سوء في أو مش سوء في المستوى، قلة مستوى. مستوى ليه؟ يعني حصل للشناوي مثلا خطأ مرة وبعد شهرين حصل له خطأ وبعد شهر بعدين فده طبيعي. بتتكلم ما فنش كل المباريات الاخيره كان رائع جدا وكان مؤثر في نتيجه المباريات. بالظبط. ابو جبل نفس الحكايه، فنش كويس جدا والاثنين كويسين، وصبحي عامل مباراه رائعه، اخر مباراه عنده خطا، ده العادي جدا في العالم كله. العالم كله ده مستوى الحراس. لما انت بتاخد مجموعه من القرارات كبيره كل مره، مش معقوله هتاخد كل القرارات صح. مظبوط. يعني مزبوط. حتى لو انت قاعد كده في بيتكم وقدامك اكل لذيذ وشرب وفاكهه وعايز تاخد 70 قرار، مش معقوله هتاخد كلهم صح. مش حال بقى وانت بتلعب تحت ضغط عصبي وجماهير ومسابقه وخروج وصعود للدور الثاني. يعني المساله مساله انه التقييم اللي هو السريع ده طبعا مش صحيح خالص، زائد ان مساله مين هيلعب دي، ده سؤال انا ما بحبوش خالص بقى. لان حراس المرمى في العالم كله الحارس بيلعب 20 سنه، الحارس الاساسي بيلعب 20 سنه،
وإن كان أبو جبل ظهر بمستوى جيد في الكرة الأفريقية فده طبعا بقت ميزة إن إحنا عندنا حارسين كويسين، لكن الحارس الأول هو يظل الحارس الأول بخبراته بعدد ساعات لعبه الدولية، 4 مرات كأس عالم للأندية، بطولة أفريقية، كأس عالم في روسيا، عنده مخزون كبير جدا وعنده يعني خبرة دولية، عنده ثبات عالي جدا، مأدي 5 6 سنين ورا بعض ما يعني لو أخطأوا يعني تكاد تعد على الأصابع. نعم. طيب برضه يا كابتن السؤال اللي عايز أسأله لحضرتك، إيه إيه الفارق ما بين الحارس الأول والحارس الثاني والحارس الثالث؟ الحارس الأول اللي هو يعني مثلا إحنا قعدنا نلعب بالحضري كام سنة؟ في الاهلي وفي المنتخب جداً. فتره طويله جدا. مظبوط. الاهلي ما كانش فيه حراس، كان فيه نادر السيد وكان فيه عبد الواحد السيد وكان فيه حراس كثيره جدا معاه، لكن هو خلاص بقى هو الحارس الاول لانه اكتسب الخبرات اللي خلته الحارس الاول، المستوى البدني والفني والذهني والنفسي وكل الحاجات دي متجمعه، والباك جراوند والقبول عند الناس، حاجات كتير جدا في المسطره يعني بتبقى في الحسبان. فبقى الحارس الاول لما جه الكيرف الحضري ينزل وخدنا قرار في كاس العالم ان الشناوي هيلعب، خدناه على اساس ان العناصر دي بدات يعني تقل. اوكي. من حيث الرشاقه والسرعه والمرونه الحاجات العناصر اللي انت عارفها دي بدات تقل، فقلنا ان مصر لم تنضب وفي حارس طالع واعد الحمد لله يعني خلال المعسكر والمباريات الوديه، وكان اخرهم البرتغال كان مستوى رائع وحاجه جميله جدا، فقررنا ان هو ياخد كاس العالم وقد كان، ومن ساعتها هو الشناوي الحارس الاول للمنتخب مصر. ما عادش الا في استثناء اصابه مره او مرتين في ليبيا، كان جات له الاصابه لعب ابو جبل وكان رائع ابو جبل. مظبوط. وفي البطوله الافريقيه برضو اصابه ولعب ابو جبل وكان هايل ابو جبل، وده زي ما قلت لك دي ميزه كويسه ان عندك الحارس الاول حارس كبير والحارس الثاني حارس كبير. كابتن ناجي في مثل هذه المباريات تعديت بالحاجات دي كتيره جدا. في مثل هذه المباريات انا مقبل على مباراه مهمه جدا لل 100 مليون بقى، دي ما فيهاش 50 مليون ولا 80 مليون ولا 90، لا دي ال 100 مليون كلهم بينتظروا هذه المباراه. كيفيه انت متاكد ان هم 100 مليون بس؟ هم 103 وانا ماشي في صلاح وانا ماشي امبارح في صلاح سالم شفت ان هم 103، قلت لو في 3 مش مهتمين هيبقى في 100 مهتمين يعني خلينا نقول لهم 100. ال 100 اللي موجودين يا كابتن يعني كيفيه التحضير لهذه المباراه؟ انت حضرتك عديت بهذه الامور فترات وكذا مره سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني، وبالتالي شايف التحضيرات ماشيه بشكل جيد، شايف ايه من وجهه نظرك؟ عايز اقول لك اتفضل. طبعا ان اللعيبه اولا فرقه الزمالك جايه من سفر، وفرقه الاهلي جايه من سفر، فرقه بيراميدز جايه من سفر، والمحترفين جايين من سفر، يعني كل الاربع الناس اللي انت مختار منهم العناصر بتاعتك كلهم جايين من سفر ومن مباريات، يعني جايين من احمال عاليه. نعم. الثلاث ايام دول هيبقى في تحاكير ثلاثه يتعمل. ايوه. الاستشفاء يتعمل مظبوط جدا. على اعلى مستوى يعني كل الناس المجهده والتعبانه دي، واللي حتى بتوع الدوري المصري برضه لاعبين مباريات مضغوطه، فهيبقى الاستشفاء واستعاده الشفاء دي من اهم الحاجات اللي تتعمل. ثاني حاجه الاعداد الذهني والنفسي للاعبين، وده طبعا من بقى ضبط التوتر واستعاده محاولات النجاح اللي قبل كده، ويعني تخلي اللعيبه في حاله نفسيه رائعه وتفكرهم بنجاحاتهم، الموتيفيشن الدوافع. ايوه. الدفاع عن شرف الوطن وحاجات كتير جدا جدا. ثالث حاجه اللي هو تكتيكس اللي انت بقى هتعمله، اللي هو اللي انت هتستخدمه في المباراه، يبقى انت هتشتغل في الشغل الفني في التكتيكس بس. اللي هو يعني مش هيبقى فيه لود بدني خالص. يعني مثل هذه المباريات دي ما فيهاش قبلها بيومين ثلاثه فيش حاجه اسمها لود بدني ولا بتاع، لا خالص ما فيش، ما عندكش فرصه، لان حتى اللعيبه انت ما دخلتهمش تستشفى كويس انت مش هتعرف تستخدمهم، لازم يبقوا يعني يوم المباراه واقفين على رجلهم كويس. لا وفي درجه عاليه جدا من التركيز الذهني والاعداد النفسي اللي هو هيلعبوا كمان منافس قوي جدا جدا جدا. ازاي ان انت عشان يعني
ضبط التوتر ده موضوع كبير جدا. نعم. والبطاريه النفسيه بتاعت ضبط التوتر دي حاجه كبيره جدا. طبعا الجهاز الفني على مستوى عالي جدا من الـ من 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 الخبره، وراجل يعني عندنا مدرب وقف على بنش ريال مدريد، وقف على 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 يعني مانشستر يونايتد جدا البرتغال ومانشستر يونايتد، يعني عنده من الدرايه كافيه جدا ان هو يعد اللعيبه اعداد نفسي عالي جدا. فاذا اتعملوا الثلاث حاجات دول كويس ان شاء الله نخش المباراه بشكل. حضرتك شايف ان منتخب السنغال هو افضل منتخب في افريقيا؟ منتخب السنغال يعني فرقه متكامله، يعني عندها يعني واصله لدرجه الكمال في كل الخطوط. يعني لو جينا نمثل حارس المرمى، احسن حارس مرمى في العالم مندي، الباكين واحد الاثنين بيلعبوا في بايرن ميونخ، والسنترالين واحد بيلعب في نابولي وواحد بيلعب في تركيا تقريبا. ثلاثه في نص الملعب، ثلاثه جامدين جدا. يعني ثلاثه من اجمد الناس اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه، والفيرويد نفس الحكايه. مش كده وبس، والاحتياطي كلهم خبرات كبيره جدا وكلهم في انديه كبيره جدا. ده ما يديناش يعني ان احنا نبقى في حاله زي ما سامعك في الانترو، ما يديناش، احنا برضو عندنا فرقه كبيره جدا. بالظبط. وعندنا لعيبه كبيره جدا. بالظبط. وعندنا كمان استاد القاهره اللي هو مرعب لكل المنافسين. يمكن طبعا انا سمعت الكابتن طارق العاشر وهو بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده، لا بس احنا لعيبتنا برضو لعيبه كويسه. طبعا كويس تلعب عليه. طبعا. يعني هو بس من الناحيه النفسيه يمكن عشان احنا تاهلنا كاس العالم من الملعب ده، يمكن هو فكر في كده، لكن الملعب الحلو يدي افانس للفرقتين اللي هم بيلعبوا كوره كويس. مظبوط. فلا يعني انا شايف ان الملعب انه كويس، مش هيبقى يعني فرصه للسنغال ومش فرصه لينا، لا بالعكس. عندنا فرقه كبيره جدا، عندنا مدرب كبير جدا، عندنا مساعدين هايلين المصريين والاجانب، والجمهور اللي هيملى الاستاد اللي هو هيفجر ثقات اللعيبه ان شاء الله، ده هيكون في نتيجه رائعه باذن الله في يوم 25 ان شاء الله. كابتن ناجي، في معلش مره تانية، لانه اليوم يوم المباراه ايه اللي بيحصل؟ يعني يوم الجمعه ده كيف يفكر الجهاز الفني وكيف يفكر اللاعبين؟ عديت انت بالامر ده، فعشان كده عايز اسال حضرتك تقول للجمهور اليوم ده بيبقى عامل ازاي للعيبه وللجهاز الفني؟ اليوم ده المباراه هتبقى مثلا الساعه 6 او 8. 8 مثلا. نعم. هيبقى في افطار اجباري الساعه 10. الماتش 9:30 بالليل يعني. 9:30 هيبقى في افطار اجباري الساعه 10. تمام. افطار. وبعدين اللعيبه ترتاح في غرفها شويه، وبعدين تنزل على ميعاد الغداء، هيبقى متاخر شويه على 3:30 4 ممكن قبل المباراه ب4 ساعات. ايوه. وبعدين المحاضره بقى اللي هي بيبقى فيها التحليل الفني وشغل المحللين الفنيين والفيديو اللي بتخلي اللعيب يخش المباراه كانه شافها فيلم سينما قبل كده. والواجبات اللي هياخدها كل لاعب في مركزه، اذا كانت في واجبات فرديه او واجبات جماعيه، بدايه من حارس المرمى، يعني مثلا هنبني اللعب من تحت، هنبني اللعب من على اطراف الملعب، هنبني اللعب، كل ده ادوار بيخش فيها حارس المرمى. نعم. بعد كده التكليفات بقى اللي هي بتاعه الكرات الثابته والكرات الثابته في الملعب هناك. كل الحاجات الخاصه اللي لينا واللي علينا. ايوه. بعد كده انت بتهيئ بعض الناس نفسيا لامور ممكن تحصل في الملعب. يعني مثلا لعيب هيلعب على لعيب خشن هيخبط فيه، وانت مش عايزه ياخد انذارات او مش عايزه كذا، فانت بتهديه نفسيا خالص بحيث انه يستقبل العرض اللي هيجي له ده اثناء المباراه مثلا. التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي والارتداد، هنلعب مثلا نص ملعب، هنلعب من بعد الدايره ب 10 يارده، هنلعب كذا، كل الامور الخاصه الفنيه بالمباراه بتتشرح باكتئاب جدا قبل في المحاضره والمحاضره الفيديو. وممكن يبقى في فيديو للحراس لو المحلل الفني عامل الكور الثابته، ضربات الجزاء، ازاي بيلعبوها يعني المنتخب السنغالي. طبعا. ايوه. والتكليفات بقى اللي هي الفرديه، مين هيمسك مين، ومين هيبقى في القريبه، مين هيبقى في الزون، او مين هيبقى في الناس اللي ماسكه، ومين هيبقى في الشخصيه العكسيه، ومين يعني
كل الامور الخاصه الفنيه بالمباراه. بعد كده طبعا يمكن انت حضرت طبعا وبعض المدربين اللي هم ليهم بعض الحاجات اللي بيعملوها يخرجك بقى عن الضغط النفسي والعصبي بتاع المباراه، في شويه تهريج شويه ضحك شويه. انت فاكر طبعا 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 كان بيعمل ايه بيعمل لك اراجوز قدامك عشان هزار يعني، مش ولو لا حد يعني اوفر نيرف اكتر شويه بياخدوا بقى ويعني يعني يفكوا زي ما احنا بنقول مظبوط بالبلدي. كل دي الحاجات دي بتحصل اليوم اللي قبل المباراه وبتحصل خلال الاسبوع كله. بس يعني مثلا الاعداد النفسي دلوقتي يا استاذ ما بقاش زي زمان، ما بقاش دايركت بقى ممكن تقول كلمتين في اول الاسبوع، كلمتين في نص الاسبوع، كلمتين في اخر الاسبوع، تعمل جمله. الجمله دي بقى ليها تاثير في الاجابه على اللي انت عايزه او الحاجه اللي انت عايزها. نعم. فدلوقتي طبعا كره القدم حصل فيها تطور كبير، وحصل فيها انه المدرب شغله مش الساعتين بتوع الملعب بس او الساعتين بتوع الصبح او الساعتين بتوع بعد الظهر وادومتم، لا الشغل بقى على مدار اليوم كامل، من حيث التغذيه، من حيث التدليك، يعني نوع التدليك اللي قبل اللي هيبقى في الثلاث ايام دول ايه؟ عجن ولا نقر ولا مسح ولا التدليك ده بقى عنصر مهم جدا، ونوع التدليك نفسه العضله محتاجه ايه من انواع التدليك في اليومين الثلاثه دول. ممكن ما تكونش محتاجه عجن لان هي مجهده، عايزه نقر او مسح. التغذيه امتى ياخد بروتين، امتى ياخد كربوهيدرات، امتى ياخد نشويات، امتى ياخد فيتامينز، امتى ياخد الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الاستشفاء يعني اسرع في كل العناصر صح. اللي هي تخدم اللاعب في ان هو يكون قبل المباراه على هبه الاستعداد تمام. الموضوع يعني مش بسيط يعني، كلك لقمتين وشويه بطاطس وبتاع شويه بطاطس وشويات وبتاع وخلاص. الموضوع طبعا يعني مثلا في التغذيه في تفجير الطاقه ان انت تدي كذا وتدي كذا عشان ساعه الماتش يطلع كذا. فمعادله يعني يد 2 كب الف 4 زي زمان في الكيمياء. طيب شويه التغذيه والنيوتريشن دول بقى مهمين جدا. مهمين جدا طبعا. طب يوم الجمعه يا كابتن المباراه وانت قاعد بتتفرج عليها، ايه اللي يرضيك؟ يعني لو كسبنا 1-0 هل ده بالنسبه لك يبقى مرضي كاحمد ناجي؟ وعلى فكره كل النتائج ممكن تبقى يعني متاحه هنا، وكل النتائج ممكن تبقى متاحه هناك. طبعا طبعا، عشان الناس ما تبقاش محضره نفسها على حاجه. ايوه ايوه، لان انت بتلاعب فرقه ممكن تعمل معاك اي نتيجه وانت ممكن تعمل معاها اي نتيجه. صح، يعني بلغه الكوره الماتش ايكوال هنا وهنا، لان هنا في قدرات وهنا في قدرات. فممكن جدا تحصل نتيجه يعني مرضيه هنا ونعوضها هناك عادي، لان احنا فرقه كبيره. مظبوط. فانا بقول للناس احنا كمان حاجه مهمه جدا، الناس هتروح من بدري قوي. صح. من الساعه 2 ولا 3. ما تقعدوش تشجعوا بقى. ايوه. ما تشجعوش. ايوه. بس. شجعوا في التسخين اول ما الناس تنزل قبل الماتش بنص ساعه. وفروا جهدكم لحد ما يبقى التشجيع ده بقى فعال للعيبه. مظبوط. ومرعب للمنافس. وتاني حاجه ان احنا ممكن في اي وقت من الاوقات يبقى في حاجه مش حلوه. طبعا. ما تنزعجوش وما تقلبوش. كل الحاجات دي لازم الاعلام اليومين الثلاثه اللي جايين دول يقولوا فيهم كتير، لان احنا ان شاء الله ان شاء الله لو احنا عملنا كل حاجه صح خلاص يبقى الباقي على ربنا. بقى على ربنا بالظبط. يعني كده لو اللعيبه ادت كل اللي عندها، عملت الماكسيمم بتاعها، كل واحد ادى دوره، المدرب ادى دوره، الناس الجماهير اللي راحت تشجع شجعت صح، زي ما بشوف جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي خسران الماتش اللي فات عن كانه النادي الاهلي كسبان. مظبوط. هو ده المطلوب. وده منتخب مصر بقى مش النادي الاهلي، منتخب مصر اهم من اي نادي واهم من اي حد. طبعا. انا بقول للناس يعني المباراه ان شاء الله اول مباراتين ال 180 دقيقه على بعض نتيجتهم هتتحسب في ال 180 دقيقة مش في ال 90 دقيقة. معلش يا كابتن ناجي عشان دي فرصة ان حضرتك معايا. انا معاك يا اسلام. المباراتين يا كابتن، هل بحضر للمباراتين ولا مباراة واحدة؟ بمعنى ان انا هتكلم مع اللعيبة على مباراة يوم الجمعة وعندنا بعد كده الثلاث، ولا انا هفكر في الجمعة وبعد كده احلها الف حلال؟ لا هفكر في الجمعة وبعدين بعد كده في استراتيجية للمباراة الثانية على حسب نتيجة المباراة الأولى. اوكي.
هزود الاعباء الدفاعيه مثلا، او هزود حد ليه دور دفاعي او دور هجومي على حسب نتيجه المباراه الاولانيه. اوكي. الاستراتيجيه بتاعتي هتتبني على نتيجه المباراه الاولانيه. اذا انا عامل نتيجه كويسه هنا ان شاء الله ان شاء الله. فهناك هروح اعمل زون مثلا في المنطقه ومنع على اللعيبه على كذا لعيب مثلا. ايوه. يبقى انه طب نوعيه اللعيب اللي انا همسكه دوت في الزون او في المان بتاعه هيبقى نوعيته ايه؟ ممكن النني ولا حمدي ولا عمر ولا السولية ولا ديزو ولا 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 ولا. فممكن الاستراتيجيات تتغير على حسب نتيجه المباراه اللي كانت عندنا في القاهره. ممكن انا مثلا لا قدر الله عايز اهاجم بقى وافتح الملعب وغير استراتيجيه، ممكن انا بدل الملعب 4 3 3 العب 4 3 2 1 4 3 1 على حسب النتيجه، وان شاء الله تكون نتيجه كويسه ونلعب ان شاء الله على اساسها في هناك في السنغال ان شاء الله. حضرتك مع الفيديوهات التحفيزيه، بمعنى انه اللي انا فاكره قبل المباريات المهمه محمود فايز ما شاء الله كان بيعمل لهم حاجات. فهل حضرتك مع ان ما زالت الفيديوهات التحفيزيه هيبقى ليها دور؟ لا، ما هو كل شيخ ليه طريقه. اوكي. انا ممكن اعمل موتيفيشنز دي بكذا شكل، مش لازم يبقى مثلا فيديوهات وحاجات تحميس وحاجات، مع ان محمود كان بيعملها بشكل رائع جدا بتبقى مؤثره جدا. لكن ممكن مثلا مستر كيروش عنده اساليب اخرى ممكن تكون احدث. تحفيز وتوصيل اللاعب لنيرف معين، او يعني ان هو يبقى في لاعب كده، انت طبعا لعبته وعارف ده كويس قوي، ان انت في مباراه بتبقى عايزه تبتدي عشان تبع عشان تعمل حاجه حلوه قوي. في حراس تبقى عايزه الماتش يبدا عشان يطلع احسن لاعب في المباراه. انت توصله للنيرف ده. وصل للنيرف ده هيديك احسن حاجه. لكن في لعيب بينزل يبقى عنده حاجه اسمها حمى ما قبل المباراه. يفضل 3 4 5 دقائق لحد ما يجي له سكند ويند او النفس الثاني عشان يبدا يطلع اللي عنده. لكن مثلا مفروض ان اللعيب ياخد السكند ويند ده في الاحماء. في لاعب بيبقى مش مركز في الاحماء فبياخد شويه وقت في المباراة. كل واحد على حسب طبيعته، صح؟ كل واحد على حسب طبيعته، بياخد شويه وقت في المباراه نفسها لحد ما يحصل انه يخش في المباراه. في لعيب ساعات تقول ايه لسه ما دخلش في المباراه. فالمدرب الشاطر اللي لعبته بيخش في المباراه من اول دقيقه. يدي لهم الاحماء المظبوط، يعني التسلسل بتاع الاحماء اللي هو المظبوط، الامداد والرخيخة والتقوية وكل الحاجات اللي بتحصل في الاحماء عشان اللاعب يخش في المباراة، زائد بقى الموتيفيشن الدوافع والحاجات. وطبعا ما فيش اكبر من دافع ان مصر كلها 103 مليون، واعتقد انهم اكثر. انا كمان، بس يعني احنا هنمشي على اللي مكتوب. ال 103 مليون دول مستنين مكسب، مستنين فرحه، مستنين ان هم يعني بعد المباراه بقى. انا بتخيل كده بقى العربيات في الشوارع هنا ومهندسين ومدينه مصر وفي كل الاماكن في مصر بقى طالعه فرحانه والاعلام والحاجات، وان شاء الله تكون نتيجه يعني تستاهل الفرحه يا رب ان شاء الله. نشتغل شغلنا بقى اللي احنا نحافظ على المكسب ده ونجيب ان شاء الله يا رب. اخيرا يا كابتن، محمد صلاح ودوره، لانه الكل ينظر لمحمد صلاح ان هو اللي له الدور الاكبر وان هو اللي لازم يعمل وكذا وكذا وكذا، حضرتك عارف هذا الكلام. محمد صلاح ودوره في مثل هذه المباريات. محمد صلاح، يعني انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. وجود محمد صلاح في وسط المجموعه بيصدر الاحترافيه الحقيقيه. اللي هو يعني حتى واحنا الماتش اللي وصلناه في كاس العالم لما احنا تعادلنا، هو توتر 10 ثواني. مظبوط. بعد ال 10 ثواني راح يلا كلها. شد الناس كلها. دخلهم تاني في الجيم. فدي اهميه محمد صلاح. محمد صلاح بي 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 بيشتغل في معتركات كبيره جدا. ما عندوش اللود اللي يخليه نيرف او يخرج بره الجيم او. فدي اهميه كبيره لمحمد صلاح انه هيصدر ده لكل الناس. وانا معلوماتي ان هو بيتكلم مع كل اللعيبه ويمكن احنا في امم افريقيا كانت كل الناس يعني مش مديه منتخب مصر اهتمام ان يوصل للمرحله دي للنهائي. نعم.
لان كل المنافسين لو انت جيت عملت يعني مقارنه بينه وبينهم هم افضل في حاجات كتير، ولكن وجود محمد صلاح ادى حته لا ده انا عايز العب على النهائي، ده انا يعني لازم نلعب على النهائي. يعني هو دايما بص على حاجه، بص ده احسن لاعب في العالم، بص يكون احسن من ميسي وكريستيانو وكل الناس اللي موجوده. اللي عند محمد صلاح ده وبيفضله للعيبه، اعتقد ان الدور ده يعني بان في كاس الامم الافريقيه ان هو فعلا وصل له بدلته. لازم يعني في ناس يا اسلام بعد ما جت من كاس الامم الافريقيه مستوياتها غير خالص. اه مظبوط. يعني في ناس كانت في التوب توب توب فورم صح بعد كاس الامم يعني عادي عادي، فيهم ناس يعني بقت مستوى عادي. اذا الحاجات اللي انا بقول عليها دي بتفرق جامد جدا في الاعداد النفسي والذهني، والحاجات دي بتفرق. بتطلع احسن حاجه عندك لما يكون عندك لعيب زي محمد صلاح طبعا، نفس كويس لما يكون في دوافع جامده لكاس عالم، هنروح كاس عالم. يعني احنا حتى في مباراه الكوره كان عندنا لسه في مباراه غانا كمان يعني فرصه، بس يعني حتى لو بالظبط بس لازم نتاهل من هنا. وكان كان 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 دوافع كبيره جدا، وكان برضو اللعيبه لها دور كبير جدا. فان شاء الله يكون محمد صلاح ليه دور ودور مهم، ووجود محمد صلاح في حد ذاته بيلفت انظار العالم كله للفرقه. صح صح. كابتن ناجي انا بشكرك جدا 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 على كل هذه المعلومات. النجم الكبير الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحه، طبعا بشيخ مدربي حراس المرمى في مصر. وانا كابتن ناجي بالنسبه لي واحد من الناس اللي انا بحبها جدا جدا جدا، مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كابتن ناجي على وجودك معانا. كل الكلام ده احنا بنحط حضراتكم في ايه اللي بيحصل، بنبتدي واحده واحده من النهارده لغايه يوم الجمعه، واحده واحده كده نبتدي نقول او نوري حضراتكم ايه اللي بيحصل. اللعيبه بتبقى عامله ايه، اللعيبه بتفكر في ايه، محمد صلاح بيفكر في ايه، تريزيجيه بيفكر في ايه، الشناوي بيفكر في ايه، زيزو بيفكر في ايه، كل اللعيبه اللي موجودين بيفكروا في ايه. ما عندناش اهلي، ما عندناش زمالك، عندنا مصر. مصر هي القادمه خلال الفتره اللي جايه، ما بنفكرش في اي حاجه غير مباراه السنغال اللي هي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. الكل ينتظر، الكل يريد ان يفوز في هذه المباراه زي ما حضراتكم سمعتوا من الكابتن ناجي. انا وريت حضراتكم بس جزئيه بسيطه، كابتن ناجي يعني ورى لحضراتكم جزئيه بسيطه جدا من اللي بيحصل في المعسكر. يعني ايه اكل؟ يعني ايه ازاي اكل كمان؟ مش اكل بس، يعني ايه ازاي اعمل تدليك زي ما قال لحضراتكم كده. يعني هو شرح الكابتن ناجي شرح التدليك بطريقه سريعه جدا ومبسطه وواضحه الحقيقه. النقر غير المسح غير الفرق، يعني ليها كذا طريقه وليها كل ده امتى يتعمل وامتى ما يتعملش. الموضوع كبير، الموضوع مش بسيط، الموضوع مش يلا ناكل شويه بطاطس وشويه بطاطس مهروسه وشويه مش عارف وشويه رز وحته لحمه صغيره علشان ما تقفلش على بطنك. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ان في 103 كل لعيبه المنتخب اللي موجودين شايفين ان في 103 مليون مستنيينا. 103 مليون عايزيننا نصعد كاس عالم. وبالتالي وطبعا كارلوس كيروش وجهازه الفني، المصريين اللي موجودين والاجانب اللي موجودين معاه، الكل ينتظر والكل يرى. فدي مسؤوليه كبيره جدا على اللاعبين، ازاي اطلع نفسي بره المسؤوليه دي؟ موجوده طبعا، ولكن العب المباراه بدون ضغوط. ازاي؟ عشان لما باصي الباس يطلع صح. الضغط لما بتبقى عليك ضغط وانت مش قادر تتحمل الضغط كلاعب، تيجي تباصي اللعيب يبقى قدامك كده. يعني مثلا اسلام بيباصي لتريزيجيه، يجي يباصي لتريزيجيه تلاقيه ما راحتش لتريزيجيه خالص. هو ده الضغط، هو ده التوتر. لكن انت لو عارف ان عليك مسؤوليه كبيره واخد نفسك وعارف تقف على رجلك، هتلاقي الباصات صح، هتلاقي عشان كده كابتن ناجي لما بيتكلم عن محمد صلاح بيقول ان محمد صلاح بيعرف يطلع نفسه بره الضغوط دي ازاي. هو ده اللي جاي. ايه اللي جاي؟ هنعمل ايه النهارده؟ الاثنين، ثلاث، اربع، خميس، الجمعه، كله الاربع ايام دول كلهم دعم ومسانده وشحن لمنتخبنا الوطني ان شاء الله عشان يقدر يعمل نتيجه جيده يوم الجمعه الساعه 9:30 بالليل. ماذا قال جمهور مصر لمنتخبنا الوطني؟ كلمة قالها الجمهور المصري للمنتخب الوطني، نطلع نشوف هذه الكلمة ونرجع نكمل مع حضراتكم. I
اتمنى يكسب، دي اهم حاجه، لان المصري دي بتاعتنا كلنا. ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا القومي في المهمه اللي جايه ان شاء الله، وطبعا تبقى حاجه ممتازه جدا لما يبقى مرتين ورا بعض نصعد بالجيل ده. اتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر وربنا يكرمنا، وده حلم احنا بنحلمه، ومتفائل اللي احنا نوصل برغم كل الصعوبات الموجوده، لكن متفائل اللي احنا نوصل بمجموع المباراتين في مصر والسنغال وبالتوفيق. اهم حاجه ارضنا لازم نكسب فيها ان شاء الله، وبعون الله كلنا وراه، وكلنا بندعي لهم وربنا يوفقهم يا رب، وصلاح يجيب جون كده ويشرفونا ان شاء الله، وبرده في السنغال باذن الله هيكسبوا برده. نتمنى لهم التوفيق طبعا، حلم 100 مليون مصري، كلنا مستنيين الماتش ده اكنه عيد، نتمنى ان العيد يكتمل يا رب، وبس يعني فرحه مش هتضيعها اي فرحه تاني. اتمنى من الله سبحانه وتعالى، انا اهلاوي صميم واحب المنتخب طبعا، ده منتخب بلدي، واتمنى ان احنا نفوز باذن الله ونخش كاس العالم، دي طبعا بيكون فرحه للمصريين كلها، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا هنا وهناك ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الكل يقف خلف منتخبنا الوطني، ما حدش بيتكلم في حاجه غير المنتخب، خلاص هم الاربع ايام اللي جايين دول الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني. كيروش الحقيقه من الحاجات اللي بيعملها كارلوس كيروش خلال هذه الفتره، وهو ان هو دايما بيكتب تويتات، بيكتب بوستات على الفيسبوك يتكلم فيها عن الموتيفيشن اللي كان بيتكلم عنه كابتن احمد ناجي. كل واحد وله طريقه، كل شيخ وله طريقه زي ما بنقول دايما. ايه اللي قاله كارلوس كيروش؟ ورونا كده يا شباب اللي قاله كارلوس كيروش. يعني طبعا تايم تو ديليفري توك اس تو ا لونج اند هارد رود، يعني احنا خدنا طريق طويل وريتش ذيس ديزيرفد اوبورتيونيتي، يعني احنا نستحق هذه الفرصه. وي نو كرنتلي ذا تشالنج، احنا عارفين ان هي تحدي كبير، ان شاء الله نكسب ومش هنقدر نقول لا، او مش هنقدر نقول سوري احنا اسفين، لانه محدش هينتظر او محدش هيبص على الاسف بتاعنا. ده كارلوس كيروش. وماذا قال كارلوس كيروش؟ دي من ضمن الحاجات ان هي بالموتيفيشن اللي هي بيتكلم عنها كابتن احمد ناجي، قال بالشجاعه والعمل، بمجرد ان نضطر الى القيام بذلك فلنقم بذلك باستخدام الاسلوب الانيق والشجاعه وجعل لا شيء ممكن، نحن نعتمد عليكم ونثق بكم. دي جزء آخر أيضا من هذه التويت. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طيب معسكر منتخب الوطني بينطلق، إيه اللي حصل؟ خلينا نطلع نشوف تقرير عن انطلاق معسكر منتخبنا الوطني، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأخبارنا، أخبار البيت الكبير. الحقيقه قبل برضو ما اروح لمنتخبنا الوطني واخبار منتخبنا الوطني، عايز اقول لحضراتكم خلينا نتفائل بقى شويه بما هو قادم والاجيال القادمه. منتخب 2006 توج ببطوله شمال افريقيا الحقيقه تحت قياده مدربه او مديره الفني كابتن محمد وهبه، بعد الفوز على منتخبات قويه جدا الحقيقه، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا. المنتخب ده أعتقد يعني إن هو سيقدم مجموعة كبيرة من المواهب اللي تستحق المتابعة خلال الفترة الجاية، نتمنى لهم يا رب التوفيق خلال الفترات القادمة. نرجع بقى لمنتخبنا الأول. المنتخب الأول مبدئيا حظر إعلامي في حضور صلاح، ده كانت كواليس تدريب منتخبنا الأول قبل مواجهة السنغال. زي ما حضراتكم عارفين خاض المنتخب تدريبنا الأول تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني النهارده الاثنين على استاد الدفاع الجوي من اجل الاستعداد لمواجهه منتخب السنغال ضمن مباراتي الدور الفاصل والحاسم والمؤهل لكاس العالم 2022 بقطر.
مران اليوم لمنتخبنا الوطني على سلة الدفاع الجوي كان خفيف زي ما يعني حضراتكم سمعتوا من الكابتن ناجي، استشفى لمعظم اللاعبين بسبب ضغط المباراة، سواء اللاعبين المحترفين محليا او المحترفين خارجيا، لانه الحقيقه الكل كان عنده مباريات مضغوطه جدا ما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، وحتى الان نادي الاهلي كان عنده مباريات كثيره جدا، نادي الزمالك كان عنده مباريات كثيره ايضا، نادي بيراميدز، ليفربول او الانديه اللي بتلعب المحترفين خارج مصر كلهم كان عندهم مباريات كثيره، وبالتالي النهارده مفيش حاجه، هو حاجه استشفى كده، وبعدين محاضره فنيه عملها كارلوس كيروش في فندق الاقامه اتكلم فيها عن المرحله المقبله وكيفيه دراسه المنتخب السنغالي بوجود اللاعبين المحترفين اللي هم وصلوا الحقيقه امبارح، كما اتخذ ايضا كارلوس كيروش المدير الفني قرارا جديدا وهو فرض حظر اعلامي على المنتخب الوطني والتدريبات ومنع الدخول للمعسكر او المران سوى فقط ما يخص المنتخب الوطني والعاملين في المنتخب فقط لا غير. اوكي احنا معاك كلنا في ظهرك، مش عايزين نشوف حاجه، مش عايزين نعرف حاجه، ان شاء الله نشوف منتخبنا بيفوز يوم الجمعه القادم. تواجد طبعا محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخبنا الوطني في المعسكر، وقام الدكتور محمد ابو العلا بالاطمئنان عليه عقب اصابته مع الريدز قبل الانضمام للمنتخب الوطني. اطمأن أيضا الجهاز الطبي للمنتخب الوطني على فرص لحاق محمد صلاح بمباراتي السنغال. الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يحضر مران المنتخب لدعم اللاعبين قبل مواجهة السنغال. حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مران منتخبنا الوطني اليوم الاثنين الذي أقيم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراتي السنغال يوم 25 و 29 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. واكتملت اليوم القوة الضاربة للمنتخب بوصول جميع المحترفين محمد صلاح والنني وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد استعدادا لمواجهة السنغال. عايز برضه أقول لحضراتكم أن بعثة السنغال تصل إلى القاهرة إن شاء الله يوم 23 مارس الجاري إن شاء الله بعد بكرة لمواجهة منتخبنا في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022. كشف أيضا اتحاد كرة القدم أنه سيتم تعيين متحدث رسمي لمنتخبنا الوطني قبل مباراتي السنغال والإعلان اليوم، حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي شيء، ولكن مصدر باتحاد كرة القدم المصري قال أن المجلس سيتخذ قرار بتعيين متحدثا رسميا باسم منتخب مصر للتواصل مع الإعلام خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مباراتي مصر والسنغال التي ستجمع طبعا بين مصر والسنغال في المباراتين القادمتين. وحسب موقع كورة بلس سيتم تعيين متحدثا رسميا. تذكرتي أيضا بتعلن نسب المحافظات من شراء تذاكر مباريات مصر والسنغال. تذكرتي تعلن نسب المحافظات، كشفت شركة تذكرتي عن نسب محافظات الجمهورية في شراء تذاكر مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي. أمام حضراتكم الغربية 4 وشوية، الأهلية 4 وشوية برضو، طبعا القاهرة هي واخدة الجزء الأكبر من التذاكر، بني سويف، البحر الأحمر، كل محافظات مصر زي ما حضراتكم شايفين ستتابع أو ستؤاذر وتدعم منتخبنا إن شاء الله في مباراته المهمة جدا يوم الجمعة القادم. كابتن عماد النحاس النهاردة كان أول يوم لقيادته لتدريبات الاتحاد السكندري، وكانت الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد عقد جلسة مع النحاس واللاعبين قبل انطلاق التدريب، وتحدث عن فتح صفحة جديدة وذلك لتلبية طموح جماهير نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق لكابتن عماد النحاس، واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة اللي إن شاء الله يبقى لهم دور جيد مع نادي الاتحاد السكندري. دي كانت أخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندي أيضا مدير فني قادم وصاعد بسرعة الصاروخ الحقيقة، النجم الكبير كابتن احمد كشري. كشري بيعمل ايه دلوقتي؟ كشري يكلمنا اكتر عن المنتخب الوطني والناحيه الفنيه وكيف ينظر لهذه المباراه الصعبه جدا. زي ما قلت لحضراتكم كلامنا كله هيبقى عن المنتخب المصري وايه اللي هيحصل يوم الجمعه القادم.
كل الدعم وكل المساندة لمنتخبنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نجم الكبير كابتن أحمد كشري في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد كشري. ازيك يا كش؟ حبيبي يا كابتن اسلام، ازيك؟ كله تمام، عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس، منور دايما الشاشه. ربنا يخليك، انت اللي منور، ومبسوطين جدا ان انا معاك في بيتي يعني طبعا مكاننا يعني. طبعا اشكرك انت واسره الاعداد والمخرج والناس كلها. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. دايما الفتره اللي فاتت كان عندنا مع كشري، يعني كنت مدير فني ومسكت انديه كبيره جدا، اخرها كان الانتاج الحربي، والامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ لا ما فيش، هو طبعا الموقف كان صعب بتاع الانتاج الحربي طبعا. انت عارف يعني جدا يعني كان عندي تخوف كبير ان انا امسك، خاصه بعد موضوع اسوان، وانت شفت يمكن في اسوان ربنا كرمني ونجحت معاهم، وقعدنا في ظروف كانت صعبه جدا. كان عندي اكتر من بصراحه يعني، وانا مع اسوان جالي اكتر من عرض من نادي في الدوري الممتاز، انديه محترمه، كنت عامل معاهم شغل هايل. والانتاج خلي بالك، بس هي طبعا الظروف، لا الانتاج كان خلص يعني الموضوع. كابتن اسلام، انا جايب مع الانتاج 20 نقطه الدور الثاني، يعني لو في زيهم الدور الاولاني كنت بقيت في المربع. صحيح. يعني انت هتعمل ايه اكتر من كده يعني؟ انت بالعكس يعني، لا عملنا حاجات كتير قوي، بس والامور في الدرجه الثانيه مختلفه. لا الدرجة الثانية أنا ما كنتش عايز أكمل بصراحة، يعني أنا يمكن حصل عليا ضغط وعلاقتي بالناس يعني كملت الناس في النادي فقبلت، وأنا ما كنتش عايز يعني أنزل بصراحة، لأن أنا عارف اللعيبة هتبقى معنويا عاملة إزاي في الدور الثاني، اللعيبة اللي هي هتكمل معاك، وأنت نهي الدوري في يوم 26/8 وبتجمع اللعيبة يوم 12/9 وعايز تجمع فرقة كاملة في أسبوع، اسبوعي في 3 ايام وتصعد وتلعب ماتش بعديها بمفيش 10 يعني، انا ما لحقتش امرن الفرقه اسبوع فطبعا ده كان صعب على اللعيبه، لا بدنيا ولا فنيا ولا نفسيا كمان. اللعيبه اللي هي اللي كملت معايا، فلا كان صعب على الفرق اللي بتنزل، صعب عليها ان هي تبدا اول سنه، بتبقى صعبه خاصه في مجموعه زي مجموعه القاهره، مجموعه صعبه كلها فرق لعبت دوري ممتاز وكلها فرق امكانياتها زي بعض تقريبا الماديه حتى. يمكن مشينا، وانا يمكن قلت الكلام ده لرئيس النادي، قلت له يعني انا لو عايزني ان انا ابدا معاك انا لازم اكون واقعي معاك، اول 4-5 ماتشات ما تتوقعش ان انت تشوف نتائج، وده اللي حصل ايجابيه، ولو حصلت مش هتبقى مني، هيبقى توفيق من عند ربنا. انا يعني اتكلمت معاه بصراحه، ومع ذلك احنا يعني الامور كانت ماشيه يعني معقول، بدانا لحد ما الفرقه بدات تبقى كويسه، بس كانت عايزه وقت، لان اول حاجه انا لما جيت حتى اجمع فرقه اللعيبه كان خلاص في فرق بادئه بقى لها 3 شهور، وانت بتاخد اللعيبه اللي مش موجوده في حته، معظمهم مش موجودين كانوا خلصوا، فانت يعني بتختار في 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 مسافه ضيقه جدا والمتاح قدامك. ومع ذلك جمعنا فرقه مش وحشه معاهم، والفرقه انا قلت له الدور الثاني هتبقى كويسه، فدي اول سنه. حتى دجله نفس الوضع، نفس الامور ماشيه صعبه شويه لكن الدوري تحت يعني يمكن انا ليا فيه تجارب كتيره جدا، بس طبعا عايز وقت انك تمرن يعني. برضو مهما تكون انت عندك خبرات وبتثق في جهازك وفي شغلك، بس فين الوقت اللي انت تشتغل فيه؟ ما اشتغلناش اسبوع يا كابتن اسلام، ولعبنا ماتش يعني، مررنا 3 ايام في القاهره ورحت معسكر في اسماعيليه اسبوع، رجعت على ماتش فتخيل بقى في لعيبه يعني لسه ما حفظتش اساميها فلا دي تجربه، بس الحمد لله يعني، وهم ناس محترمه جدا في نادي الانتاج الحربي، وانا كنت سعيد ان انا كنت معاهم، وانا قلت لهم انا بصراحه يعني انا طلبت اكتر من مره ان انا ما اكملش، وجالي نادي في الدوري الممتاز ويمكن قعدت معاه وخلاص، وقعدت مع رئيس النادي وقلت له انا جالي النادي الفلاني، كان البنك الاهلي اعتقد لا كان الشرقيه الدخان، شرقيه الدخان صح، البنك صح. الاهلي جات لي فتره قبل دي قبل دي بس المقصه يعني كان المقصه كانوا قعدوا معايا واتفقنا وكل حاجه وانا التزمت بالكلام اللي خدته من الوعد من رئيس النادي، فعطلتني، جالي 3 انديه كويسه جدا الفتره دي، فكل ما حد يكلمنا اقول له انا خلاص قريت الفاتحه واتكلمنا فللاسف يعني ما هم ما كملوش، لا ما اعتذروش حتى، لان هم دخلوا في مشكله
هم مش بتكلم على المقصة دلوقتي، انا بتكلم على المقصة لما كان المقصة فرقة، لما كانوا تبع الشركة. الكلام ده السنة اللي يعتبر الموسم اللي قبل اللي فات ده على طول بعد أسوان على طول. بس فدي قصة يعني ممكن تكون عطلتني شوية، بس الحمد لله يعني. السنة دي جالك إسترن كامبني بس ما حصلش نصيب. لا هو قعدنا مع بعض. النادي اللي مرضيش، الانتاج الحربي مرضيش. انت ساعتها كنت لسه مرضيش. مرضيش يعني. قعدت معاه وقلت له انا يعني إستر كومباني، انا كنت في يوم من الايام لاعب هناك وبتاع، فالناس يعني انا قبل كده كانوا كلموني ما رضيتش اروح، كنت مع الفريق معايا في الانتاج وكنا عندنا مباراه في الدوري وهم خلاص فاضل لهم ماتشين ثلاثه ويصعدوا، فكلموني قلت لهم صعب ان انا اسيب برضو الانتاج في موقف كنا احنا قاعدين يعني. خلي بالك يعني احنا كنا ممكن نقعد ومصر كلها شافت، كنا اداء ونتيجه وكل حاجه، احنا فرق معانا نقطه واحده وكنا نقدر نجيبها، بس يعني في حاجات بتبقى خارجه عن ارادتك، لان اللعيبه معايا انا من نوع اللي طموح قوي وبمسك في يعني ايه، عندي اصرار قوي على ان انا انجح في التجربه. فكنت دايما ببث الموضوع ده في اللعيبه، هنقعد. فاللعيبه ما بداتش تفهم الكلام ده الا متاخر، بداوا اللعيبه الكبيره تيجي تكلمني يقول لها كابتن يا ريتنا سمعنا كلامك، احنا ما كناش مصدقين. انت كنت بتقول لنا هنقعد وهنقدر والكلام ده، واحنا ما كناش يعني بعض اللعيبه يعني. ف دلوقتي زمانهم حاسين بالموضوع ده طبعا، او يعني من ساعتها يعني. اكلمك بامانه كابتن اسلام، كان في فرق بيننا وبين مثلا يعني نادي اسوان، كان فرق بيننا وبينه 12 نقطه. احنا عدينا اسوان بكذا نقطه. فانت عارف فرقه كانت سابقاك بمسافه، انا بتكلم يعني مثال. فشوف انت بقى وصلت لفين. لا احنا قدرنا نكسب فرق كبيره جدا في الدوري ونتائج غريبه يعني، مثلا مباراه المصري خسرنا الشوط الاول 2-0، كسبنا 3-2، كسبنا المقصه، كسبنا المحله في المحله 3 وكنا نقدر نعمل سكور كمان افضل كمان. اللي بيتعادل معانا بيراميدز في اخر ثانيه، الاتحاد السكندري بيتعادل معانا، يعني النتائج المقاولين تعادل معاه انبي. لا عملنا مباراه كويسه وبس يعني اللعيبه ما كانتش مصدقه ان ممكن ان الكلام ده يتحقق. لكن الحمد لله يعني انا شايف انها تجربه يعني، عملنا اللي علينا، ولكن يعني الامور احنا رحنا متاخر شويه يعني. انا بادئ معاهم بعد الدور الاولاني عندهم 9 نقط يا كابتن اسلام، فيعني تخيل دور كامل 9 نقط صعبه جدا يعني. شايف النهارده مثلا الاسماعيلي بيعاني وهو لسه في الدور الاول وعنده 8 عنده 8 نقط والموقف عنده صعب، فبالك انت الدور كله خلص وانت ما عندك 9 نقط. بس فالحمد لله يعني تجربه انا استفدت منها، والحمد لله يعني ما مش حابب بس الناس تظلمنا فيها، لان لا يشوف احنا عملنا قد ايه. يمكن الكلام ده انا قلته، مسكت 3 فرق في الدوري الممتاز قبل كده، النصر التعدين من كام سنه. كانوا لعبوا 4 ماتشات الدور الثاني يا كابتن اسلام، انا جمعت معاهم 20 نقطة الدور الثاني بعد 4 ماتشات من الدور الثاني. فتخيل لو هم عندهم زيهم الدور الاول كان زماني في المربع طبعا. ونفس الحكاية مع اسوان، عملنا معاهم النتائج اللي شفتها وكسبنا الزمالك وكسبنا المقاولين وكسبنا الانتاج، كسبنا فرق كتيرة جدا. وجمعت معاهم نقط كويسة، وكذلك مع الانتاج الحربي يعني. ولكن الحمد لله يعني هي تجربة، انا شايف ان هي الحمد لله يعني انا اي تجربة بستفاد منها. وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. ايه كشري يعني انت بتفكر في مستقبلك ازاي؟ والله يا كابتن اسلام انا مش هضحك عليك يعني، يعني انا ما بخشش نادي الا لما بيبقى فيه يعني ترابط كبير بيني وبينهم، والنادي ده بيرجع يكلمني تاني اي نادي، لان انا بشتغل، انا بحب شغلي جدا ومنظم في شغلي وبجتهد وعندي الاصرار قوي على المكسب. فلا طبعا يعني اتمنى فرصه كويسه، في مدربين كتير جات لهم فرص كويسه، ولو شفت بدايتي انا وبدايتهم هم، لا هم مسكوا فرق كبيره قبلها ما فيش نجاحات، فلا انا كان الحمد لله عندي بعض النجاحات، فمحتاج فرصه كويسه مش اكتر من كده يعني. بس ربنا يكرمك ان شاء الله، واللي جاي دايما يبقى افضل يا كشري، لانه الجيل بتاعك ده جيل محترم جدا ومجموعه كبيره جدا يعني. انت دلوقتي علي ماهر ماشي بشكل جيد مع فريقه، سامي ماشي، احمد سامي ماشي بشكل جيد مع فريقه، اعتقد ده جيلك او طبعا جيلي. يعني طبعا عماد النحاس يمكن انت اكبر شويه، لكن في الاخر جيل واحد هو ماسك الاتحاد السكندري بعد المقاولين، بعد تجربته مع المقاولين، عوده مع المقاولين، عبد الحميد بسيوني مع المحله، يعني الجيل ابتدى ياخد مجموعه من ونجح
ونجح طبعا. ونجح طبعا. يعني طبعا. لازم الناس تعرف برضو الناس دي نجحت. يعني احنا قبل كده كان في اساتذتنا مدربين كبار واشتغلوا فتره طويله، واللي جه بعدهم الجيل اللي جه بعديهم يعني انا شايف الكوره يعني بالعكس في نديه كمان اكبر واكتر. يعني الفرق النهارده بقت لا الدنيا اتغيرت تماما، في نديه بين الفرق كلها، يعني المسافات قربت. ف لا لا كلهم عاملين شغل كويس جدا يعني بصراحه. طيب خلينا نروح ننتقل سريعا كده قبل ما نروح للمنتخب، نتكلم عن النادي الاهلي. شفت النادي الاهلي ازاي من بعد كاس العالم لغايه دلوقتي؟ يعني من بعد كاس العالم النادي الاهلي، من بعد كاس العالم للانديه، يعني النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه تقريبا، وما بين اليوم اللي بيلعب فيه واليوم اللي بيعمل فيه سفريه سواء جوه مصر او بره مصر. فشفت اداء النادي الاهلي ازاي لغايه مباراته الاخيره امام المريخ واللي جاي امام الهلال؟ بص يا اسلام، النادي الاهلي يعني يمكن ده قدر اللعيبه، اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يلعب على كل البطولات. اوكي. ولازم يبقى مضغوط، لان مضغوط اوكي، لكن انا بتكلم حتى بدنيا ونفسيا وسفريا وذهنيا واجهاديا كل حاجه. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه وواضحه. اللي مش واخد باله من الكلام ده يبقى يعني مش فير. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، في حين ان في بعض الفرق المنافسه بتقعد مثلا اسبوع واسبوعين مريحه ومراش حاجه وبتلعب. بالظبط. طب اللعيبه دي بتعمل ايه؟ انا شايف النادي الاهلي في ظل الاجهاد الكبير اللي بيحصل، وخاصه ان عنده اهم لعيبه بتلعب في المنتخب بتلعب بصفه اساسيه ما بتخرجش من الملعب، زي السوليه، حمدي فتحي، تلاقي الشناوي ايمن اشرف، وبص هم اللي بيرجع برضو، دي اعمده رئيسيه في النادي الاهلي. فبالتالي لا، اللعيب محتاج فتره راحه. وبعدين انت هنا يمكن بتلعب كمان افريقيا، بتسافر سفريات طويله. يعني اخر مباراه بتاعت افريقيا احنا سافرنا انا وانت جنوب افريقيا مع المنتخب 10 ساعات طيران طويله طبعا صعبه جدا. الناس بقى مش واخده بالها من الكلام ده. انت النهارده خلص مباراه وسافر 10 ساعات قاعد في طياره عشان العب مباراه، اكيد بدنيا ليها تاثير وبيبان في الملعب. انا شايف ان النادي الاهلي في ظل الظروف والضغوطات والاجهاد اللي يعني على اللعيبه الفتره اللي فاتت، لا النادي الاهلي ماشي في كل الامور ماشي كويس. يعني في الدوري النادي الاهلي الاول وفاضل له مباريات مؤجله. النادي الاهلي في افريقيا في مجموعته ان شاء الله يعني بنسبه 99% ان شاء الله واكتر ان شاء الله، ان الماتش الجاي انا يعني عندي ثقه كبيره جدا نكسب، هيصعد الدور الثاني. فبالتالي انت كل اللي انت عايزه تقريبا بتحقق الاداء. في يعني مباراة أنا يمكن يعني حابب أنا أقول وجهة نظر إن النادي الأهلي قبل مباراة الهلال السعودي في كأس العالم، يمكن اتكلمت تقريبا هنا مع القناة، أنا قلت نفسي النادي الأهلي يبقى ما يبقاش رد فعل، النادي الأهلي ينزل يضغط زي ما كنا بنلعب. لما عمل كده في الهلال كسب. لو عمل كده النادي الأهلي مع كل الفرق، أكلمك بكل أمانة يا إسلام، أنا النهاردة ماسك مثلا أي فريق مسكته قدام النادي الأهلي في الدوري الممتاز، ايه اللي انت رقم واحد بتبقى عامل حسابك عليه او قلقان منه؟ قلقان من اول تلت ساعه في المباراه، لان النادي الاهلي لو نزل ضغط عليك في اول تلت ساعه اللعيب عندك بيبقى قلقان، بيبقى خايف من المباراه، خايف من النادي الاهلي، خايف من اسم النادي الاهلي، خايف من امكانيات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي وجهه نظري ان هو لما يبدا المباراه ضاغط على اي فرقه بيخلص المباراه، بيخلص الجيم بدري. وده اللي حصل مع فريق مين؟ الهلال السعودي. أيوه. الاهلي لما بدا ضاغط على الهلال السعودي خلص الجيم. انا نفسي يبقى كده، ان يعني يبقى في ضغط عالي للعيبه لان عنده الامكانيات. هنقول الارهاق والكلام ده مش معنى كده ان انا ابدا المباراه كلها ضاغط عالي، بس اقسم المباراه، بس ابقى نازل من الاول في شراسه. دي كمان بتخلي اللعيب بيخش في الجيم بسرعه. لكن احيانا لما بتيجي الجيم، تيجي الشوط الاول مهدي قوي الامور والكلام ده، ممكن تكسب بلس 90 زي ما بنقول، بس مش كل مره تسلم الجره. بدليل ان احنا الموسم اللي فات في ماتشات في الاخر ما قدرناش ان احنا نخلصها، خسرت الدوري كده بالظبط. فيعني انا وجهه نظري الجيل بتاعي والجيل اللي انت لعبت، الجيل اللي يعتبر انت كملت في الجيل اللي ورانا، كنا بننزل نخلص الجيم من الشوط الاول ساعه نص ساعه بالظبط، من اول ربع ساعه النادي الاهلي مسجل. فانا دي حابب ان هي تبقى موجوده عند يعني اصرار اكتر. لكن الامانه النادي الاهلي ماشي، انا وجهه نظري ماشي كويس جدا في ظل الضغوطات الرهيبه اللي على اللعيبه. لعيبه بتلعب منتخب، بتلعب اساسيين، بتسافر مباريات افريقيا كتيره، بتلعب في الدوري كل يومين ثلاثة ماتش وبتسافر. فلا يعني انا شايف النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته. حته
يعني الاداء والكلام ده انا عارف عمره ما هيرضينا غير ان النادي الاهلي يكسب مكسب واداء، لكن لازم الناس برضو تستحمل شويه اللعيبه لما نخش في الادوار ان شاء الله الجايه. ان شاء الله الاهلي هيبقى افضل. 8 ايام اجازه، الكلمه دي كانت كلمه كبيره جدا وعملت مشاكل، او يعني عملت انتقادات كثيره جدا، او بلاش انتقادات، الكل بيتساءل. انت كمدير فني شايف ان موسيماني ادى للاعبين 8 ايام اجازه، شايف المده من وجهه نظرك بعد الكلام عن الاجهاد والاداء وانت عندك معظم اللاعبين مش موجودين، شايف ان المده طويله قصيره من وجهه نظرك؟ طبعا اكون امين معاك، هي مده متلاصقه كبيره، 8 ايام مره واحده كتير. انا بتكلم بعلم اللي احنا اتعلمناه خبراتنا شيء، والعلم اللي خدناه بجانب يعني ليه، لان انت المباراه اللي عندك هتبقى تقريبا يوم 1 أو 2 2/4 المفروض 2/4 يعني بعديها بكام يوم؟ بعديها باربع ايام صح كابتن؟ لا بعد ما يرجع يعني من الاجازه بست ايام. لا ما انت واخد انت واخد من 18 ل 26 26 بعديها بست ايام، بعديها بست ايام او سبع ايام. يعني هي وجهه نظري ان الثمان ايام في 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 علم التدريب بيرجعك ان انت عايز تعمل ترجع تتمرن على الاقل اسبوعين عشان ترجع الفرقه بتاعتك تاني. اسبوعين؟ يعني حتى لو الثمان ايام دول فيهم اربع ايام مثلا شكل ايجابي للتمرين؟ لا لو فيهم تمرين، لو فيهم تمرين هوم ورك يعني في البيت طبعا وشغل، لا مش في البيت، في الجيم كمان، في الجيم او ما هو يعني المعد البدني بيدي شغل للعيبه ممكن الجيم او شغل ما فيش مشكله. لا لو كده ماشي اوكي. هو كده لا يعني لو كده اوكي. الناس هي انا بتكلم على السلبي، السلبي يا اسلام السلبي الثمان ايام كان ممكن تتوزع بشكل افضل من كده، لكن 8 ايام ومن خلالهم شغل مثلا بيخش الجيم او بيعمل شغل فيه قوه وفيه حاجات معينه، لا ما فيش مشكله، لان اللعيبه مجهده. انا عارف اللعيبه تعبانه، انا بتكلم على انت بتسالني الراحه سلبيه، 8 ايام سلبي لكن لو من خلالهم في شغل بياخدوه من خلال المعد البدني مثلا بيديهم شغل فيه الحاجات بيشتغل على القوه، فيها ميزه ان هي بتقعد اسبوع من اسبوع لاسبوع يقدر يشتغل عليه، لو بيشتغل بيديهم شغل لا طبعا يعني مفيش مشكله. وبعدين قبل كده تقريبا عملها موسيماني ورجع عملها مرتين ورجع على نتائج مش جيده جدا. بص يا اسلام هقولها لك بالبلدي عشان ما نجملش الصوره، كل مدرب وله اسلوبه بالظبط. واحنا النهارده مثلا كروش في منتخب مصر مش كل الناس عندها قناعات بيه، لكن الراجل نجح مثلا في امم افريقيا او مش كويس خلاص، بدل هو عمل تكيف للعيبه والامور ماشيه معاه كويس خلاص يبقى هو صح، حتى لو الامور اللي هو عامل عليها التكيف دي مش مقنعه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده في مدرب بيحب يمرن اللعيبه الصبح بدري مش بعد التمرين، واللعيبه بتدي ناتج كويس خلاص يبقى انت صح. يبقى انت كان جوزي بيعمل كده فخلاص، دي في حاجه اسمها تكيف. فاذا بدال الراجل موسيماني عارف هو بيعمل ايه وبيدي الشغل بتاعه ونتائجه ماشيه كويس، يبقى هو الكره بتقول كده، احنا درسنا كده. في حاجه اسمها التكيف، حتى لو انت بتمرن باسلوب مختلف وبتجيب نتيجه يبقى انت صح. فبالتالي لا خلاص هو اضرب فرقته وهو المسؤول الاول وهو اللي بيتحمل يعني النتائج، هو اللي بيتسال عن النتائج. عشان نقفل قصه الاهلي، المباراه اللي جايه انت عندك مباراه يوم 25 مع المنتخب، طبعا الجزء اللي جاي هنتكلم كله عن المنتخب، لكن انت عندك مباراه يوم 25 ويوم مباراه يوم 29 مع منتخب مصر ضد منتخب السنغال. هترجع يوم 29 ان شاء الله لو كسبان هتبقى عندك افراح وليالي ملاح والكلام ده كله، فهتاخد لك يومين خلاص. النادي الاهلي عنده مباراه يوم 2/4، يعني انت عندك 30 31 1 هتلعب يوم 2 خلاص، ومباراه يعني لازم تكسب، مهمة جدا جدا ان شاء الله هتوصلك. يعني فهي دي اللي هتوصلك، لو لا قدر الله حصل اي نتيجه سلبيه هتبقى انت برضو كلاعب عندك 7 لاعبين أو 8 لاعبين موجودين في منتخب مصر، وبالتالي هيبقى عندك انت في الاخر مصري، يعني عندك من جواك احباط كبير هل انت شايف ان كان من الممكن ان احنا نزق ماتش، مش احنا يعني الاتحاد الافريقي يزق ماتش الهلال يومين ثلاثة كمان؟ هتفرق معاه في ايه؟ والله يا اسلام هو في حاجة غريبة انا مستغربها، يعني انت لما جينا لعبنا كأس العالم للأندية ايه اللي حصل معانا؟ قول كأس العالم للأندية كانت خناقة ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. ايوه في الاخر مين اللي اتضر؟ مين النادي الوحيد اللي اتضر في البطولة؟ النادي الاهلي. يعني النادي الوحيد اللي راح الفريق بتاعه مش فول تيم، النادي الاهلي. برضه الاتحاد الافريقي ده ما هو البطولة بتاعت كاس العالم، تصفيات كاس العالم من خلاله. طب انت ليه ما تديش النادي الاهلي حقه الشرعي
ان هو يريح، وخاصه ان الاتحاد الافريقي مش غريب عن يعني لا هو اللي عامل الماتشين، عارف منتخب مصر النص والنادي الاهلي، لا وهو عارف الماتش يعني، هو اللي عامل الماتشين، هو اللي منظم تصفيات كاس العالم او اللي هي المباراه بتاعه تصفيات كاس العالم في افريقيا اللي بينظمها الاتحاد الافريقي. ما انا بقول لك اه يوم 2/4 ده هو اللي بينظمه طبعًا. وبالتالي انت اللي عامل كده. لا يعني هنا مش فير، لازم يكون في يعني الناس يعني في الاتحاد الافريقي تعرف النادي الاهلي ده يعني النادي الاهلي عنده لعيبه في منتخب مصر، النادي الاهلي بيمثل مصر كلها في افريقيا واول فريق في افريقيا واكبر فريق، فبالتالي من حق النادي الاهلي ان هو ياخد وقته، اللعيبه تاخد وقتها، لان دي بتعرض اللعيبه كمان لحاجات يعني احنا لازم برضو نعذر اللعيبه، الناس لازم تعذرهم، احيانا تلاقي بعض اللعيبه مش مستواها، في اجهاد غير طبيعي بدني، والاجهاد البدني بيأثر على 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 الذهن يا اسلام، فبالتالي آه لا لعيبه الاهلي فعلا مش من السنه دي، ده من السنه اللي فاتت والفتره اللي فاتت النادي الاهلي بيلعب كل ما بتفتح التلفزيون يومين تلاقيه بيلعب ماتش صح، وفي حين ان تبص تلاقي بعض الفرق تلاقي بتلعب بعد 20 يوم و15 يوم وبتاع، طب ليه؟ يعني ده لمصلحه مين؟ بقى اكتر لا هي لمصلحه منتخب مصر ولا لمصلحه النادي الاهلي ولا لمصلحه القاره الافريقيه، ما انت في الاخر حتى لو انت عايز منتخب يوصل من عندك كاس العالم انت عايز المنتخب الافضل صح، مش عايز المنتخب اللي هلكان عشان تمثل افريقيا بشكل كويس اذا كان مصر او السنغال او اي فرقه من، فطبعا الاتحاد الافريقي لا انا شايف ان من بقاله فتره المواعيد يعني ما حاجه غريبه جدا صعبه آه. وانا حتى انا كنت زعلان كمان من كاس العالم للانديه، الاهلي اتظلم يعني معلش، لو تشيلسي الكلام ده انا قلته، لو تشيلسي رايح ناقصه اللعيبه اللي ناقصه الاهلي كان هيلعب ولا كان هيودوا تشيلسي؟ ما كانوش هيودوا تشيلسي. طب ليه الاهلي يعني الموقف؟ طبعا انا مش هنقول حاجه يعني شخصيه، بس لازم هم الناس تبقى فاهمه اللي بيحط الجداول يعرف ان في فرقه بتشارك في دوري، بتشارك في افريقيا، وبتشارك في كاس عالم انديه، وبتشارك مع المنتخب، فلا الاهلي مظلوم في الحته دي حقيقه يعني بدون اي مجامله ولا احنا بنتكلم الحق، الاهلي اللعيبه معذوره جدا وكان الله في عونهم يعني من السنه اللي فاتت مش من السنه دي، يعني شايف الاهلي دايما بيلعب مضغوط بالذات في الامطار الاخيره السنه اللي فاتت ومع مباراه افريقيا، فان شاء الله باذن الله اسلام ان شاء الله لعيبه الاهلي برضو عندهم ميزه، عندهم خبرات والحمد لله عندنا يعني سكواد كويس جدا في الفريق، يقدر ان شاء الله نقدر باذن الله ان احنا نكسب، واحنا كتيم يعني اكبر مع احترام الفرق المجموعه معانا ممكن يكون في سقوط مع صن داونز، لكن الاهلي الكبير يعني الاهلي قادر ان هو يكسب الهلال السعودي الهلال السوداني، ونقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا في الادوار الثانيه الامور تكون افضل لينا. كشري في الدوري العام المصري من وجهه نظرك مين اللي شايفه، قول لي فرقتين او ثلاثه لانه انا عارف ان هم هيبقى قليل قوي، مين الفرق اللي انت شايفها الحصان الاسود في الدوري العام المصري هذا الموسم؟ يعني هل نتكلم عن سموحه مثلا مع احمد سامي، هل نتكلم عن فيوتشر مع علي ماهر، هل تتكلم على مين؟ والله بص يا اسلام الامانه يعني في فرق ماشيه كويس طبعا، يعني سموحه ماشيه كويس باستثناء الماتش الاخير اللي أربعة من فيوتشر في فرق يعني الاداء بتاعها بدا يتحسن، ايستر كومباني اخر كام ماتش مش كويس، انا مبسوط من الاداء بتاعه متحسن، في فرق بتحاول لكن وفي فرق ماشيه برضو يعني كويس، يمكن يعني عشان برضو كنا يعني مثلا بيراميدز لحد ماتش الاهلي كان ماشي كويس في بعد كده يعني في فرق الامانه يعني معظم الفرق ما فيش استقرار قوي، يعني مش شايف فرقه ماشيه يعني تبص تلاقي مثلا ام بيعمل مباراه كبيره قوي وتلاقي المباراه اللي بعده اسهل، تلاقيه مثلا ما يكسبش، تلاقي الجونه في ملعبه بيخسر يخرج بره يعمل نتيجه لكن لحد دلوقتي احنا انت برضو الدور الاولاني لسه ما خلصش عشان تقول مين، لكن في فرق ماشيه بشكل يعني فيوتشر بدأ يبقى أفضل من الأول، نتاج الأول ما كانتش على حجم اللعيبة والإمكانيات اللي عنده، بدأ الأداء يتحسن، سموحة كان ماشي كويس معرفش بقى النتيجة الأخيرة دي وفي الكاس كسب يعني بس أنت لو اتفرجت على مباراة فيوتشر وسموحة فيوتشر عمل مباراة جيدة جدا، ولكن على الجانب الآخر سموحة أنا اتفرجت على آخر ربع ساعة، آخر ربع ساعة سموحة ضيع 3-4 أجوان، لا فرقة سموحة فرقة كويسة يعني كويسة انت فاهم الأمانة، يعني بيلعبوا كرة جميلة وكرة هجومية، يعني كرة منهم مروان مشي حطها جت في العرض ورجعت في ايد الجول بالظبط بالظبط يعني هي المفروض بصراحة أقول لك الأمانة المفروض الفرق اللي تبقى كويسة السنة دي على يعني اللعيبة اللي عندها فيوتشر عنده لعيبة كويسة جدا جدا
المفروض وضعه يكون افضل من كده. فاركو برضو كان المفروض يبقى افضل من كده لانه صارف كويس وجايب لعيبه كويسه. هنقول اول سنه، هنقول اول سنه ليهم، بس هو جايب لعيبه من الدوري الممتاز مش جايب لعيبه من الدرجه اللي تحت. البنك الاهلي عنده لعيبه كويسه برضو وامكانيات كويسه، يمكن السنه ظروفه افضل من السنه اللي فاتت. صح. اللي كان لغز بصراحه المقاولين بس كسب اهو الجون الماتش اللي فات. هو الماتش اللي فات اللي ظبط الامور معاه، لكن الاداء الفتره اللي فاتت من اول الموسم يعني مش ما كانش كويس قوي. يعني كان رايح في سكه، لانك لو بصيت في الجدول برضو هتلاقي المقاولين هو الفرقه اللي فوق الفرق الثلاثه اللي نازلين. برضو الجيش بدا يفوق، بدا يعني يطلع شويه. غزل المحلة عنده مشكلة، كان بادئ كويس. غزل المحلة في مشكلة لما بيخسر ماتش بتكر، بيحصل ضغط على اللعيبة وعليهم جامد، فبتلاقي الأمور بالنسبة لهم وهم قريبين يعني 13 نقطة من 9 نقطة، أنت بتتكلم في 4 نقط ولسه الدوري طويل، فيعني يجب الحذر شوية. لكن مباراة بترفع فرق كتير، يعني في مباراة نادي الإسماعيلي النهاردة من بعد ما كان نقطتين ثلاثة مكسب اللي فات قرب، اللي كان لغز طبعا نادي الاتحاد ويمكن حصل فيه تغيير. ف يعني زي ما بنقول كده يمكن سموحه فيوتشر اللي مستواهم افضل يعني في الفتره الاخيره، ماسكين نفسهم الفتره اللي فاتت، بس افضل طبعا سموحه المباراه الاخيره يعني بالظبط كده يعني افضل. المصري ما في الدوري ما اداء مش حلو، يمكن المصري عشان بيلعب افريقيا وبيلعب دوري. بيراميدز في الدوري كان ماشي كويس وفي افريقيا ماشي كويس، بس طبعا لما لعب الاهلي الاهلي كسب واتغلب الماتش اللي فات وخسر امبارح. خسر امبارح. فالزمالك اداؤه لسه ما بانش مع فريره. لا هو برضو راجل معذور، ما مش عايزين نقول ان هو جه في ماتش صعب قوي وهم كانوا بنسبه 90% خارجين من افريقيا. فالراجل معذور الماتشين اللي فاتوا دول، بيلعب وهو الفرقه مضغوطه، ولعب ماتش كان صعب والماتش الثاني خلاص هو بره المنافسه، فما نقدرش نحكم عليه عشان نكون الاهلي طبعا يعني في ظل الظروف دي. لا الاهلي تعادل واحد جيد. لا الاهلي مش كويس اول الدوري ولسه له تقريبا ماتشين الاهلي في الدوري، فلا يعني الاهلي الامور افضل حال بالنسبه له في ظل الظروف اللي هو فيها. طيب كيف يرى كابتن كشري المنتخب الوطني؟ عندنا مباراه مهمه جدا زي ما بنتكلم يوم الجمعه القادم، هنعرف اجابه هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو يا كابتن كشري خلينا بقى نروح للمنتخب. خلاص انت دلوقتي عندك مباراتين مهمين جدا جدا، يوم الجمعه القادم وبعدها يوم الثلاث اللي جاي. كارلوس كيروش كيف يفكر من وجهه نظرك في هذه المباراه؟ انا خلاص خدت عهد على نفسي وعلى الجميع ان احنا خلاص مش هنتكلم عن قايمه ومين دخل ومين خرج، خلاص هو اختار. احنا قلنا ان كشري ما ينفعش واسلام ما ينفعش ومحمد ما ينفعش، طب هيحصل ايه؟ لا دي وجهه نظره. وانا هو اللي هيتحاسب. بس برافو عليك. يعني لازم الناس تفهم ان هو راجل عايز ينجح، ودي قناعاته ودي دماغه، يعني هو ما بيعاندش نفسه. يعني هو عمر ما في مدرب هيعاند نفسه على مصلحته بالظبط. ممكن تكون ليه وجهه نظر في لعيبه، احنا شايفين ان في لعيبه كانت ممكن تبقى موجوده مع المنتخب، شايفين ان هي تقدر تدي، لكن هو الراجل طريقه لعبه اسلوبه مش مقتنع بحاجات معينه. خلاص يعني احنا في الاول والاخر هندعم الراجل وهنتمنى ان هو ربنا يكرمه، لان هي مصلحتنا كلنا وفي الاخر احنا اللي هنفرح. وكان عندنا امنيات ان يبقى في لعيبه، ممكن انا كلمت في بالذات يمكن احمد عبد القادر، كان نفسي يبقى النوعيه دي انت محتاجها في الماتش الاولاني، عايز النوعيه اللي عندها حلول فرديه لان انت هتلاعب فرقه تقيله. لكن هو الراجل ما خدوش. خلاص يعني احنا بنتكلم وجهه نظرنا احنا الشخصيه، لكن هو بس الكل كان بيجمع على احمد تحديدا يعني. وبرده مثلا من علامات الاستفهام مهند لاشين، انا مش هتكلم على اللي موجودين، هتكلم على اللي بره. مهند لاشين، محمد شريف، يعني محمد شريف وهداف الدوري، مهند لاشين، طيب انت لعبته في كاس العرب وفي كاس افريقيا وديته مساحه كبيره، طلعته بره مساحه كبيره وبعدين انت بره، وجبت نبيل عماد دونجا اللي بعيد خالص وحطيته. يعني محمد شريف هداف الدوري واحد. لا وفي حاجه تانية اسلام، يعني انت لازم يبقى عندك وجهه نظر يا كوش، وانت قول لي صح ولا غلط. انا لما يبقى عندي مصطفى محمد
ما يبقاش عندي مروان بالزبط. مثلا ليه؟ لان الاثنين نفس حد مختلف صح، يعني ممكن يبقى عندك مروان بس ما تجيبش نفس النوعيه، لكن لكن تجيب حد مختلف. بص محمد شريف خلينا نكون واقعيين، مروان لعيب جامد جدا مش عايز حاجه، لا لا طبعا لعيب كويس. احنا بنتكلم في حاجه يعني مش عشان برضو الناس احنا الاهلي وبنتكلم على لعيبه الاهلي، لا احنا بنتكلم على حاجه واقعيه. النهارده انا اتكلمت على مهند، محمد شريف اتكلمت على محمد شريف يعني لعيب هداف بيعرف يجيب لك جون في اي وقت، عنده لعيب سكورر يعني انت محتاجه في الوقت ده شكل مختلف غير اللي عندك، مش هتبدا بيه وعلى الدكه، هينزل عنده سرعات بيعرف يجيب جون، فانت كنت محتاج النوعيه دي. احمد عبد القادر لا لعيب عنده شخصيه يعني ايه لعيب عنده شخصيه في الملعب، عنده قرار، عنده المهاره، يقدر يعدي من لعيب واثنين ويقدر يجيب جون، ما عملهاش مره ولا اثنين، لا كان بيعملها وهو في سموحه، يمكن انا دربته على مستوى يعني الناشئين وممكن صعد معايا ولعب معايا، هو هداف بطبعه من هو في الناشئين بيعرف يجيب جون، بيطلع هداف الدوري وهداف فرقته، فبالتالي لا انت محتاج اللعيبه اللي تعرف تجيب جون. يعني مثلا عنده عمر مرموش، هو عنده قناعات كبيره، الولد لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، بس انا شايف ان هو بيديله مساحه اكبر من اللازم وممكن يخلص عليه. وجهه نظري مرموش من اللعيبه المهاريين، بس الكره ما بتجيله بتنتهي عنده على طول. طب احمد عبد القادر عنده حلول وبيعرف يجيب جون. يمكن انا كنت بتكلم مع احد يعني في برنامج يعني، وبيقول لي ما عندوش الخبرات الافريقيه يجيبه اول مره. طب ما انت لعبت عمر كمال لعب واحد اول مره، ما لعب احمد رفعت، ولعب اسمه امام عاشور، عمر مرموش نفسه، ولعب عمر مرموش. قلت له طبعا لعيب النادي الاهلي يلعب في اي وقت منتخب لانه بيلعب افريقيا وبيلعب وعنده خبرات وبيلعب تحت ضغوطات على طول، فلعيب النادي الاهلي لا يلعب في اي وقت بالذات مع المنتخب. فدي وجهه نظرنا، لكن احنا برضو مش بنقول الكلام ده عشان النادي الاهلي بس، لا ده شواهد، لعيب مميز جدا. انا عن نفسي المباراه الاولى دي انا عايز اكسبها، فانا عايز لازم يبقى عندي حلول فرديه، لان انت ممكن المباراه تبقى مقفوله جدا، وده الطبيعي انها تبقى مقفوله. مين اللي هيفك لك الحلول دي؟ واحد زي محمد صلاح بمهارته، واحد زي مثلا لو احمد عبد القادر موجود، واحد زي قفشه، اللعيب اللي عنده مهاره هو اللي ممكن يحل لك الجزء الاخراني. فبالتالي هو طبعا ليه وجهه نظر ونحترمها، وفي ظهره ومعاه، ودي قناعاته زي ما هو عنده قناعات بالطريقه اللي بيلعب بيها، ما فيش مشكله. في مدربين عندها طريقه واحده وما تغيرهاش، زي يورجن كلوب في ليفربول بيلعب 4-3-3، لما بيجي الظروف تجبره ان هو يلعب 4-4-2 شكل الفرقه بيبقى مش كويس. نفس الحكايه كروش، يعني بيحب يلعب 4-3-3، وان كان انا حابب ان هو في 4-3-3 اتمنى ان هو يبقى فيها في نص الملعب حد لعب كوره، حد بيكمل ورا اللعيب، ما يبقوش الثلاثه ديفندر، وده يمكن يعني كلنا متاكدين بنسبه كبيره ان هو يلعب بثلاثة ديفندر، يعني ممكن يبقى السوليه وحمدي فتحي والنني. لا انا عايز يبقى اثنين ديفندر ومعاهم لعيب ثالث يقوم بمهام الاثنين، لان انت بتلعب في مصر ممكن نشوف زيزو مثلا، ممكن نشوف زيزو يعني تريزيجيه ثالث، يعني ممكن زيزو اكتر عشان زيزو بيرد وبيكمل مع تريزيجيه الحته اللي قدام، يعني بيحب يهاجم كتير. طب زيزو مين، تريزيجيه ولا مرموش اللي يلعب؟ لا لو في الجاهزيه، لو جاهز تريزيجيه، عشان تريزيجيه هو جاهز بقى خلاص، لان احنا شفناه يعني تريزيجيه، وانا شايف ان مرموش ياخد الشوط الثاني. ليه؟ مرموش مهاري عايز مساحه، مالك ده جاب فاول امبارح ولا اول امبارح في شتوتجارد، يعني من كام يوم، مش امبارح، من كام يوم عمل فاول، جاب جون علامه. لا هو لعيب كويس قوي، جاب جون على الواقف كده علامه، بس هو المشكله اقول لك ايه، عارف انت هو عايز كل كوره ياخدها يخش في وسط ثلاث لعيبه وعايز يعدي، مش هينفع في كل ماتش ومش كل الفرق. فانت النهارده ده عايز تديله، عايز يبقى فيه مساحه شويه قدامه، يعني البدايات لا، البدايات عايزه اللعيبه اللي بترجع ترد الدافع، لان المباراه صعبه. فانت لازم زي ما هتهاجم لازم تدافع كويس قوي، يعني لازم تعمل حسابك ان انت ما يخشش فيك جون في مصر. انت عايز تجيب جون. فلازم كل اللعيبه ترجع كلها تحت الكوره، وفي لعيبه مثلا زي محمد صلاح لا هيرجع وهيدافع، محمد صلاح هيرجع لان المباراه عارف ما ينفعش، عارف المباراه دي اهميتها ايه بالنسبه له وبالنسبه لمصر كلها طبعا. فبالتالي لا انا عايز اللعيبه اللي هتعمل الدور الدفاعي من اللعيبه اللي قدام ترجع تدافع في نفس الوقت، ما نبقاش ثلاثه ديفندر صريحه، يعني ثلاثه ديفندر صريحه دي ممكن تبقى جس النبض، بس يعني خلي في لعيب بيكمل ورا اللعيبه، خلي مثلا واحد زي زيزو يكمل، بيعرف يعمل اوفر، بيعرف يشوط، بيعرف يكمل ورا اللعيبه، بيعرف يلعب على الكره الثانيه كتير. فاتمنى لكن ايا كان، يعني هو الراجل يعني اضرب لعيبته وهم بيتمرنوا معاه، وايا كان اللعيبه اللي هتلعب
هنتمنى باذن الله ان شاء الله ان ربنا يوفقهم. وهي مباراه يعني انا شايف التفاصيل الصغيره. المباراه دي يا كابتن اسلام بتاعه تفاصيل صغيره، اللي هي الفرصه اللي هتجي لك مش هتجي لك تاني، لازم تركز فيها. وانت بتدافع لازم تبقى مركز، ما تعملش اخطاء على ال 18، ما تبقاش مندفع. الباص بتاعك في الاستحواذ تبقى بخيل قوي على الكوره عشان ما يحصلش عليك كور مرتده، لان الفرقه دي هتلعب عندها طبعا لعيبه على اعلى على مستوى. فبالتالي دي مباراه الكور المشتركه والتفاصيل الصغيره. ان انت تحافظ على كورتك على قد ما تقدر، والفرصه اللي تجي لك تحاول تستغلها بقدر الامكان، فان شاء الله ربنا يكرمك. منتخب كبير جدا، منتخب السنغال طبعًا. عندك يعني راي كابتن ناجي كان معايا في اول المكالمه، قال لي يعني بصراحه منتخب جامد جدا، الباكين بيلعبوا في بايرن ميونخ، نص الملعب باريس سان جيرمان وليستر سيتي، وعنده ليفربول، وعنده لا فرقه تقيله، والنابولي والميلان وتشيلسي، ويعني انت عندك مجموعه، ده غير اللي قاعدين بره كمان. بس انا اقول لك حاجه يا اسلام، اتفضل. برضو يمكن انا يعني ليا خبره افريقيه، يمكن لعبت 3 سنين في افريقيا لما كنت ماسك منتخب جيبوتي. الفرق الكبيره عندها لعيبه بتلعب في اكبر الانديه الاوروبيه، بس لما بييجوا يلعبوا بيرجعوا يشتغلوا مع بعضهم، دايما بيبقى في مشكله عندهم في الحته اللي ورا. لان طريقه أربعة ثلاثة ثلاثة أو أربعة اثنين ثلاثة واحد بيحصل دايما، حتى تلاقي ما فيش انسجام بين الاربعه اللي ورا غير الطريقه بتاعت زمان. اللي خلي بالك انت برضو راجع من كاس افريقيا، سبع مباريات ورا بعض، وبالتالي 3 4 5 6 7 مباريات ورا بعض، وبالتالي انت قربت من بعض قوي. انت خلاص الكلام ده ما فيش من شهر ونص، في نفس الوقت كسبان البطوله الافريقيه. انا معاك ان من فتره من شهر ونص، بس انا بتكلم ان كل لاعب جاي من مدرسه مختلفه، او طبعا من طبعا من اتجاه مختلف. عكس انت هنا عندك اللعيبه، انا بقول لك بصراحه عكس اللعيبه عندك هنا، انت عندك مثلا لو لعبت ورا عبد المنعم وجنبه الونش مثلا وفتوح وعمر كمال، لا بيلعبوا في الدوري المصري وحافظين ولعبوا مع بعض، زي ما تقول يعني احنا اقرب، لان طريقه الدوري المصري بتاعتنا فيها اللعيبه حافظاها شويه، فبيبقى في انسجام شويه عن اللعيبه الثانيه. لا هم فرقه كبيره، فرقه كويسه، بس انا بقول لك يعني والله ما صعب ان احنا نكسبهم. انا اتفرجت قبل كده على مباراه الجزائر والسنغال طبعا في الملعب في الامم افريقيا اللي فاتت دي، اللي هي كانت في مصر. فريق الجزائر احترمهم وقفل الدنيا وقدر يوصل المرمى بتاعهم وكسبهم، وهم بنفس التيم ده بنفس التيم بتاعهم كسبهم، خد امم افريقيا هنا، وكان لعبوا في المجموعه بتاعتهم قبل كده برضو تعادلوا معاهم، فتقدر ان انت تكسبهم هنا. انا بصراحه وجهه نظري ان هنا ناخد يعني ربنا يكرمنا حتى ولو ب1-0، لان لو كسبت هنا 1-0 يا كابتن اسلام هناك بقى عندك بقى يعني عندك تقدر تعمل كل حاجه، لان المجال هيبقى مفتوح كمدرب. انا عايز ايه هناك؟ انا هقفل الدنيا عندي. لو كسبت 1-0 هنا انا هشتغل على اخطائهم، هم هشتغل على زي الماتش النهائي بتاع افريقيا، هتقف صح وهتقفل وتقفل المساحات عليهم، وهتشتغل على ان انت تخلص عليهم. الجول اللي هجيبه هناك هيبقى من الصعب تعويضه بالنسبه لهم هم. فعشان كده انا وجهه نظر المباراه الاولى على ملعبنا دي حاجة إيجابية مش سلبية، أحسن ما كانت المباراة التانية عندنا، قال لا قدر الله ممكن تلعبهم وهم كسبانين، هتبقى مضغوط أكتر من ما أنت مضغوط، فأي خطأ يعني هيبعدك. فأنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا ويوفق اللعيبة بتاعتنا، وعندنا حلول برضه، عندنا لعيبة كويسة، محمد صلاح، مصطفى محمد ربنا يوفقه يعني يشتغل، يعني محمد صلاح مصطفى محمد عشان يشتغل محتاج كورة عرضية كتير، فلازم الجنبين بتوعنا يشتغلوا شويه، مع ان هنا بقى مرموش لازم يكمل معاه شويه. صلاح ما بيجيتش الحاجات العرضيات، بيشتغل على الكره الثانيه وبيشتغل على كره في رجليه. حمدي فتحي والسوليه الاثنين عندهم ميزه، الحاجات اللي فيها شوتينج والكره الثابته مميزين فيها، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا وعندنا ثقه في لعبتنا. هنكمل كلامنا مع منتخبنا او عن منتخبنا الوطني، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كشري، طيب هل تكون دائما الاستراتيجيه على مباراه واحده، ولا هينظر للمباراتين؟ بمعنى ان هو هيفكر كارلوس كيروش طبعا هيفكر في مباراه يوم الجمعه، ولا جمعه وثلاثه؟ لا هما الاثنين مرتبطين ببعض، دي مباراه واحده يعني. هو لو هيفكر في مباراه الجمعه هيفكر ان هو يكسب، ودي مترتبه على المباراه الثانيه. ما انت النهارده هيلعب بعديها حوالي 3 4 ايام،
الجمعه والثلاث. طيب يعني الاثنين مباراه واحده اسلام، يعني انت بتلعب زي شوط وشوط. فبالتالي لا، المباراتين مرتبطين ببعض. انت عايز مصر هنا عايز تكسب، وعايز تكسب بقدر ما تستطيع بنتيجه كويسه. ولو كسبت مكسب، يعني اتمنى المكسب يبقى مثلا، يعني لو حتى ضعيف يبقى 1-0، ما يبقاش 2-1 مثلا، عشان الجمعه ما ياثرش عليك هناك. فبالتالي لا، هم مرتبطين ببعض، بس طبعا التركيز كله هيبقى في المباراه الاولى، مش هيعمل حساب انه عايز يريح حد عشان الماتش الثاني. لا مش مساله تانية. ولكن طريقه ادارته للمباراه، ولا هيستنى؟ يعني كابتن ناجي كان رايه ان هو لازم يستنى لبعد نهايه المباراه ويشوف النتيجه هتوديه فين. بمعنى ان هو لو كسب هيلعب بطريقه مختلفه هناك، لو خسر لا قدر الله هيبقى الطريقه تانية. ما اكيد طبعا، اكيد. يعني كل مباراه هو هنا، لو انت لو لعبت المباراه وكسبت، قلت لك عنده بقى ده، اكيد هو مرتب الامور ده. يعني انت لو قعدت مع نفسك وفكرت وقلت انا المباراه الاولى كسبانه هنا، هتروح المباراه الثانيه هتعمل لها اسلوب، هتقسم المباراه زي ما انت عايز. وانت هتشتغل، هتبقى بتقفل مساحاتك كويس جدا، لان انت عارف ان هناك هتتعرض لضغط شديد جدا منهم، بجانب انت مش ضامن التحكيم عامل ازاي، مش ضامن الظروف تبقى ايه هناك. فبالتالي انت هتقفل، هتدافع في كلتا الحالتين، كسبت او اي نتيجه هتامن نفسك، لان انت عارف انت بتلعب مين. مكسبك هنا في المباراه هيخليك انك تشتغل بطريقه تانية، تشتغل ان انت تقفل من نص ملعبك كويس جدا، تقفل المساحات، تلعب بثلاثه ديفندر زي ما انت بتلعب، تقفله الخطوط كلها عشان ساديو ماني من الناحيه دي ما يشتغلش، يبقى انت قافل الخط كله. وفي نفس الوقت بتعتمد على سرعات، ممكن يبقى عندك لعيبه تستغلها في الهجمه المرتده، في السرعات والكور الثابته. ده طبيعي لو انت كسبان هنا، لكن لا قدر الله لو النتيجه هنا مش كويسه، هتروح هناك هيبقى يعني هتبقى عايز تكسب، فبالتالي هتبقى في جزء منها مجازف شويه، مش هتبقى لامم خطوطك زياده عن اللزوم، هتبقى بتدافع بس في نفس الوقت بتهاجم بكثافه. فبالتالي المباراتين مرتبطين ببعض اكيد، ما فيهاش كلام. يعني مش معنى انت كسبت الماتش الاولاني خلاص انت وصلت. لو هتلعب الماتش الاولاني هتلعب بمين؟ انا؟ تشكيل انا ولا هو؟ انت. انا الماتش الاولاني العب محمد عبد المنعم والونش. الشناوي ولا الشناوي؟ طبعا الشناوي طبعا، مفيش كلام. يعني الشناوي، لا الشناوي رقم واحد في مصر، والشناوي عنده ثبات في المستوى، حتى لو بيجي في مره ان هو مش موفق ده طبيعي، العالم كله من الحراس، لكن الشناوي انا شايف الشناوي في حته تانية. يعني ابو جبل عمل بطوله هايله في افريقيا، لكن لا، ما زال ان الشناوي في حته تانية، وجهه نظري. ودي يعني مش بقولها من فراغ، لا الشناوي رقم واحد، هو طبعا اللي يقف. بكره عمر كملعب واحد، اثنين سرد باك محمد عبد المنعم والونش، باك ليفت فتوح، نص الملعب العب باثنين ديفندر، والتالت بتاعهم يبقى زيزو. يعني العب مثلا ممكن ابدا بالسوليه والنني، واحط زيزو. اوكي. وعندي حمدي فتحي ممكن يخش كبديل على حسب ظروف المباراه، او العكس ممكن حمدي يبدا والسوليه، يعني لانه يعني هو بيعتمد بنسب كبيره على المحترفين. وان كان النني الفتره الاخيره ما بيلعبش، يعني انا لو كلمتني هقول لك على الوضع الحالي لا، السولاي وفتحي. السولاي وفتحي ومعاهم زيزو، لان النني ما لعبش بقاله فتره، ما بيلعبش في الارسنال. فالسولاي وحمدي فتحي وزيزو قدام ثلاثه، صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. يبدا بالثلاثه دول. هو هيلعب ازاي؟ هو هيلعب بالخط الظهر اللي انا قلت عليه، الشناوي ومحمد عبد المنعم والونش وعمر كمال وفتوح. الثلاثه في نص الملعب، هيلعب بالنني وهيلعب بحمدي فتحي وهيلعب بالسوليه، هيلعب بالثلاثه، والثلاثه ديفندر يعني فلات، يعني كل واحد هياخد طرف وهيبقى النني في القلب. هيلعب بالثلاثه اللي قدام، مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. يعني هو الاختلاف هيبقى ما بين الثالث اللي في نص الملعب ومرموش وتريزيجيه. انا حابب ان يبقى في زيزو، ويبقى ليه، يبقى قفشه ليه دور. قفشه ليه دور، لان قفشه هجومي، انا عايز اكسب. فممكن يبقى ليه دور الشوط الثاني. ثرو باسز في اي وقت بالظبط. لا، هيبقى ليه دور الشوط الثاني. لان ليه ممكن نقول زيزو ليه في الشوط الاولاني؟ عشان هيبقى فيه ارتداد كتير، فيه رجوع.
زيزو بيجري كتير وحركه وبيعمل عرضيات وبيشتغل، فمختلف شويه عن ان يبقى النني موجود جنبه مع حمدي فتحي، فالثلاثه دول افضل. تريزيجيه لانه بيلعب الفتره دي وماشي كويس مع فرقته، ومرموش حل كويس جدا لانه هو مهاري والكلام ده، اديله الشوط الثاني. اما شفناهوش احنا بقالنا فتره ان هو قاعد احتياطه وينزل مثلا، والله هيبقى احسن والله صدقني. انا مرموش لو معايا يعني اعليه اكتر من كده، لان مش كل المباريات تناسبه. مش بالضروره ان اسلام مميز في حاجه ان انا العبه كل في كل المباريات، لا بالعكس. انا في مباراه العب مرموش ابدا بيه، وفي مباراه يبقى معايا على الدكه ينزل هو اللي يعمل لي الفارق. لكن في مباراه بدات الناس وهي بتتفرج كلها بتطالب ان هو يغير وهو بيصبر عليه كتير، لا يعني لا اديله في اوقات كويسه عشان هو كمان يفوق ويكسب المنتخب. هو لعيب كويس، وانا قلت لك الاختلاف بيني وبينه هيبقى في اتنين لعيبه. لكن طريقه 4-3-3 ممكن يلعب بيها الماتش الجاي، لان انت بتلعب تيم تقيل قوي، فرقه تقيله، مش هتلعب 4-2-3-1، هتلعب 4-3 فلات اللي هو واقفين يعني كل واحد واخد خط. يعني انت مثلا بتقول زيزو، هتحط زيزو هيدافع تحت صلاح الناحيه دي، وهيبقى الناحيه الثانيه السوليه مثلا، وفي النص حمدي فتحي او السوليه وحمدي فتحي على الطرف. يعني تشتغل ان يبقى لازم تقفل الجناب عشان هم مميزين السرعات وبيشتغلوا على الجناب، لازم تقفل خطوطك كويس جدا. وكله يبقى تحت الكوره، ومش معنى انك تحت الكوره ان انت ده ما تضغطش، لا لازم يبقى في ضغط عالي. وبعدين لازم يبقى في بريسنج من البدايه عليهم من قدام عشان ما تديهمش فرصه ان هم يطلعوا بالكوره. انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب، فلازم تاخد البدايه. كابتن اسلام لازم اعمل بريسنج عالي جدا جدا في البدايه، اول ربع ساعه لازم تبقى ما تخلوش يبني هجمه من قدام. لو انت عطلته من بدايه المباراه من قدام هيبدا يلجا للكور الطويله، والكور الطوليه احنا عندنا ناس بتعرف تشيل الكور الطويله وتردها، يعني تعمل بلوك عليه، فبالتالي انت ممكن تركب الجيم لو بدات ضاغط صح عليهم من البدايه. انا مع ان انت تاخد المبادره وتاخد قوه ملعبك وتاخد احساسك بملعبك واصرارك على المكسب من البدايه، اتمنى البدايه بتاعتنا تبقى كده، هتفرق معانا كتير قوي. رسالتك الاخيره بقى؟ لا، رسالتي ان اللعيبه تبقى هاديه. انا لو بكلم لعيبتي اقول لهم لازم تبقوا هاديين، مش عايز النواحي اللي هي الحافز والاصرار يبقى اكتر من اللازم عشان ما تخشش في مشاكل، تبقى هادي، لان طبيعي ان اللعيب بيلعب مباراه وعارف حجمها، انت مش محتاج ان انت تشحنه. يعني انا في المباراه دي مش هشحنه لانه هو اصلا عارف مشحون خلق، يعني هو مش محتاج. فبالتالي تقول لازم تبقى هادي، تدع الكوره ما تطلعش منك، يبقى نمتلك الكوره في نص الملعب، يبقى في تحرك من الناس اللي قدام، نحاول ان احنا ما نضغطش، ان احنا كل كوره عايزين نلعب لصلاح نعوره، نشتغل على الناس الثانيه، صلاح ياخد الجبهه بتاعته، مصطفى محمد وتريزيجيه يتحرك، ان احنا نشتغل على الكره الثانيه، يبقى في كثافه عدديه في الكره العرضيه. لما تعمل كره عرضيه على الاقل يبقى في 3 جوه ال 18 وفي بلوك 3 وراهم عشان الكره اللي جايه تبقى معاك. لما تيجي الكره ترجع في ملعبك او في نص ملعبك لازم الفرقه كلها ترجع تحت الكوره، وطبعا الكور الثوابت دي مهمه جدا ان يبقى اللعيبه ماسكه كويس قوي، وطبعا المدرب اكيد بيحط مين مع مين والحاجات دي انت فاهمها طبعا في المباراه. فاتمنى اللعيبه ان هي تبقى هاديه وتركز، الفرص الصغيره او الفرص اللي ممكن تجي لك ممكن ما تجيلكش تاني. فبالتالي زي ما بقول لك اشتغل على التفاصيل، التفاصيل بتفرق بين لعيب ولعيب، بتفرق بين فرقه وفرقه، التفاصيل دي في حاجات كتيره قوي، في طلعت الكوره من رجليك، من الفينش عن الجون، في الاستحواذ الكوره، في التغطيه صح، الحاجات دي مهمه قوي 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 في المباريات الكبيره، لان هي دي اللي بترجح فرقه على فرقه. الهدوء ان شاء الله هنكسب باذن الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا النهارده، وكل التوفيق ليك ولمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. حبيبي كابتن اسلام، انا سعيد ان انا كنت معاك، انا اللي بشكرك جدا، فرصة سعيدة ان انا اتواجد في مكاني وبيتي يعني طبعا من خلالك، فاشكرك. اشكرك، شرف لينا يا نجم ان انت تكون معانا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن احمد كشري، وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا ان شاء الله يوم الجمعة القادم. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره حلقة جديدة من البيت الكبير.